الجميل ده يتلبس على غصن البان، ينحط على اوام الغزلان، ينحط في السجن، ينحط في الرومان، ينحط في ايديه الحديد. الحديد الشر بره وبعيد، ده جميل جدا، ده جنان. جنان يشمس تروس عقلك انت كمان، ده جميل يا عكس النظر يا عمشاء العيون، ده عاوز صباح الزباله يترمي فيه. لكن ده عاجبني يا بابا وداخل مزاجي خالص. طب الصخص على مزاج ابوك، حته الجرسون ما يستاهلش اكله ويدخل مزاجك في اي مناسبه، مزاجك بيرمرم، مزاجك بيقشر. جرسون، انا افتكرتك بتتكلم على الفستان الجديد. لا، بكلمك على ده والخافي الجرسون اللي اسمه مشمش. ماله مشمش؟ قافش في طبله وداري من الصبح، قال ايه غوي مغنى وعاوز اطلعه المره. انا سمعت مشمش بيغني. طب رايك فيه ايه؟ انا عارفه طول عمرك بنت سميعه وتستطعم الحلو واللي لمحه. ان جيت للحق يا سيدي ده عليه صوت يهوي. طب اتلهي بقى على ودانك المقفله، انا عارفه طول عمرك لا تسمعي ولا تستسمعي. هو في الكره الارضيه كلها صوت يخش الودن زي القنبله اللي تمشي بألف الرب، زي صوت الاستاذ كروان حيران، الله يزيده من نعيم الله كمان وكمان. هاي انت ميكروبات الغساله لازقه في حنجرتي، مخي يا جدع مخي. ها ايه؟ ها ها ما بقاش فيها فلين؟ املاها حمرها ايه ضربي بس دهش جرمي فاق فيس دهش جرمي اما دمي من غير كلام هنا على الصندوق. يلا انزل انزل، مصروفك يبدا الحجر يخرب بيتك. اوعى تخلي صاحبنا يطلع من هنا ابدا. ما تخافش، انا حاطط كده كاتم لك على نفس ابوه لغايه ما تغني وتنبسط كده. يلا شوف شغلك. معاك دايما اتبع خطاك، دايما واعشق بهاك، دايما وراك وراك، دايما دايما معاك، دايما وراك وراك، دايما دايما معاك، دايما اتبع خطاك، دايما واعشق بهاك، دايما وراك وراك، دايما دايما معاك، دايما وراك وراك. بنتك زي الايه صاحب المدير؟ بنتك زي الفحم صاحب الشاب. ازاي وامر مين تسافر وتطلع على المرفح تغني وتحط مركزك مركز المغني العظيم بتاع الفرقه الاستاذ كروان حيران؟ ما هو يا بابا فجأة ما بقاش اللي حته الجرسون جرسان زيك لا هنا ولا هناك، يطلع جنبي على المسرح ويغني لي قدام الناس، يغني لي انا سكرها هشك روحي يا روحي. ايوه صحيح، تغني سكرها هشك بحالها يا حضرتي جرسون، سكرها هشك يا روحي يا روحي. فيها ايه يا حضره مدير؟ في ايه؟ ازاي يا بيجا لما سكرها هش ترقص على نغمات جرسون زي فرد ما يسوق عربيه كارو، مفيش تناسق في المقامات. هو يعني اللي يعمل لك خدمه لوجه الله يبقى جزاؤه تهديده كله؟ انت عملت لي خدمه؟ امال ايه؟ انا كنت فايت صدفه، بصيت لقيت الستاره اتفتحت والاستاذ كروان حيران مش موجود، حبيت انقذ الموقف، دخلت وغنيت بداله. فيها ايه دي؟ الله اهدى. لا ده لازم الاستاذ كروان بيعمل بروفه. يا جدع انت كاتم ما تتكلمش. هتموت هتموت. طب ما تموت بشويش، لازم تعلي حزك. الله خلصت للرواية. مش ممكن تكون بروفة دي استغاثة. استغاثة يا نهار اسود، روحنا في داهية. تأكد ليه؟ سايب شغلك وبتنيل ايه هنا؟ انزل. حاضر. الله صدم في الصندوق؟ ايوه يا فندم، اصل ده حرامي وقفزته وحطيته في الصندوق. حرامي؟ ايوه يا فندم. استاذ كروان يا ده هو الله هو ايه اللي جابك هنا في الشارع؟ النصوص الحراميه سعاده المدير، كنت بمرن صوتي مسكوني وكمموني وحطوني في الصندوق. اه هو هو وضميره. هو 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 يقدر يفسر. عاجبك كده اخويا؟ المساله انكشفت وهنروح في داهيه وهنفترض الليله، كان لازم تغني. ما غنيش ليه؟ وانا ما اعرفش اغني؟ انا جيت الصلاه دي عشان اغني مش عشان اشتغل جرسون. لكن لما مدير الصاله ما قبلش يديني فرصه يسمعني فيها وعرض عليا اشتغل جرسون قبلت من حوجتي، ولان الدنيا كانت مقفوله في وشي. يا سيدي لما قبلت انك تشتغل جرسون من حوجتك، ايه اللي خلاك تعمل مقلب في المطرب
بتاعه الصلاه وتاخدني في رجلي. انا فكرت في كده لسببين، اولا اغني وابين مواهبي للناس، ثانيا الفت نظر سكر ليا وعبر لها عن حبي وانا بغني. وانا ذنبي ايه توديني الداهيه وياه؟ الجدع اللي اسمه مجنون ليلى ده لما جه يموت عشان ليلى، مات لوحده ولا خد وجه واحد صاحبه؟ لا يا اخي، ده نهار اسود، المدير جاي، يا ترى هيعمل فينا ايه؟ لا ولا حاجه، هيجيب لنا 2 ويسكي، هياخدنا بالحوض، هيودينا بداهيه يا استاذ. اسمع يا جدعان، هو يا ماما يا فندم يا حضره المدير. اولا انا قررت ان رفدكم انتوا الاثنين. يدوم عزك يا حضره المدير. ثانيا على ايه؟ ثانيا ما كفايه اولا هي بقت فيها نفس. انكتم انت. طنين. ثانيا حصلت بنت السكره في الموضوع وترجتني اني ما اقطعش عيشكم واعاقبكم عقاب ثاني. فبناء عليه قررت اني اسامحكم نبادي على شرط انك تشتغل جرسون بره في القهوه من بكره. لا دي بسيطه. ومخصوم ان معيدكم كل واحد 10 ايام. لا اهي دي كبيسه. انكتم. طنين. ربنا ما حرمناش منك ولا من كرمك يا حضرة المدير. سمعتوا قال ايه؟ ايه؟ سكرة هي اللي ترجيته عشان ما ترداش. طب ودي معناها ايه؟ دي عندي انا لها معنى تاني. لا معنى تاني ولا معنى ثالث. تلاقينا صعبنا عليها علشان مقاطيع وغلابة ومش لاقيين ناكل. طب وليه ما تكونش بتحبني؟ اه فعلا ايه؟ بتحبك؟ يا اخي حبك برص، هتحبك على فقرك؟ يا جدع انت صحصح وفوق لروحك، في حد يقدر يمسك القمر وهو واقف على الارض؟ انت فين وسكرة هشك فين؟ بالظبط 21 ساعة و3 دقايق. مش بتجيش. يا سلام على كلامك اللطيف، انا مش عارفه اقول لك ايه. لا لا ما تقوليش حاجه، طبي لي واحد وانت بس كده. بص يا زمزم، شايف قاعده تتكلم مع الواد المايع اللي اسمه شريف بيه؟ يا سيدي انت مالك ومالها؟ مش خطيبها تكلمه ترقع له ازاي وهي حره فيه؟ ايوه يا اخي، لكن انا بغير، انا مش عايزها تتكلم مع حد غيري انا ابدا، مش عايزها ترقع سداغ حد غيري انا ابدا. اسمع يا سيدي. نعم يا مشمش. روح قول للسكرة التليفون طالبك بره في القهوة. نعم نعم نعم، عاوز تطير لي 20 يوم اللي فاضلين لي من نهاية الشهر. يا اخي روح، مش هيحصل لك حاجة عليا انا. عليك انت؟ طب افرض يا استاذ راح تتكلم في التليفون ما لقيتش حد رد عليها، ابقى ودي وشي فين من الاقلام الحلوة؟ انت روح قول لها وانا هتصرف، مالكش دعوة تروح. كلمي تليفون بره في القهوة. عن اسمك يا شيرين. ايه يا شيرين؟ يا ماما الو الو، انت سكر؟ ايوه سكر. يا سلام، اتاري الكلام طالع حلو، اتاري السماعه بتلزق في ايدي. حضرتك تبقى مين؟ انا اتيل. اتيل يا مدموزيل. اتيل؟ أتيل وبتتكلم في التليفون؟ أتيل حبك، أتيل هواكي، أتيل جمالك. أنا أتيل، أتيل بيموت في غرام القاتل اللي قتله. من فضلك، أنا عندي شغل مش فاضي. حضرتك عايز إيه؟ قولي لي أي حاجة، بهدليني، هزقيني، اشتميني، المهم إن صوتك الملائكي يوصل لوداني. وبعدين معاك يا حضرة، فهمني حضرتك مين واسمك إيه؟ كل اللي أقدر أقوله لك إني إنسان بسيط عايش على الأرض وطمعان إني أمسك القمر بإيديا، لكن ما دام القمر فوق خالص ومستحيل حاضر أوصل له، كفاية أسمع صوته في التليفون. يا سلام، أنت باين عليك رقيق خالص. الله يحفظك، ده من ظرفك يا مدموزيل سكرة. أنا عايز أشوفك. شوفيني، بس أنا خايف لما تشوفيني تغيري رأيك. مش ممكن، تعالى حالا. أنت بعيد؟ بعيد أبدا، ده أنا وبيني وبينك حيطة. كده؟ طب تعالى أوان عشان عايز أشوفك ضروري. حالا، هو دقيقة واحدة. أديني جيت أهو. أهلاً. مش قلت لك هتغيري رأيك؟ جرسون قليل الأدب، قليل الذوق. ازاي تتجرأ تقول لي انك بتحبني؟ جرسون زيك يحب سكرة هشك؟ روحي يا روحي. وماله يعني لما جرسون زي يحب سكرة هشك؟ هو جرسون ما عندوش قلب. قلب واطي درجة ثالثة. امال يعني قلب شوشو بيه ايه؟ درجة بولمان؟ اخرس. تعرف لو جرأت مرة ثانية وكلمتني في التليفون هحط صوابعي في عينيه، هخلي بابا يرميك في الشارع. ما بقاش ناقص الا جرسون زيك يحبني. روحي يا روحي. تحبني. روحي يا روحي. انا بدي اسال، انت بني ادم انت؟ والله انا سمعت اشاعه بتقول كده. مستحيل تكون بني ادم، انت دخلت تفتيته في وسط البني ادمين. والله بقى اللي تشوفه حضره المدير. كاسه ويسكي ب 15 قرش، تحاسب زبون على 6 ويسكي ب 36 قرش. امال يعني هحاسبه على 36 جنيه؟ يا بني ادم ما بيحسبانش، 6 ويسكي ب 15 يطلع 36. والله انا حسبتهم وجمعتهم وضربتهم وعصرتهم ما طلعوش الا كده. حسبتهم ازاي بس؟ تعالى اوريك. حاضر اتفضل. تعالى. حاضر حاضر وريني. 5 ويسكي، 6 ويسكي، 8 كاس، 15 قرش. 15 15 15 15 15
مظبوط ست 15؟ مظبوط. اجمع بقى. اجمع لك ابوهم 5 و5 10 و5 15 و5 20 و5 25 و5 30. تمام؟ تمام. 30. 1 و1 2 و1 3 و1 4 و1 5 و1 6. تمام؟ تمام. 6 زائد 30 يبقوا 36. يا غلطي؟ غلط؟ ابدا. الله يحفظك. ده صح قوي. الله يبارك فيك. انت اتعلمت الحساب على اله نبخة. لا بقى ما تكسبنيش بقى. ال 15 في 6 ب 90 يا ابن 30 في 60. الله يبارك. ايه؟ ابدا. الستة ب 15 ب 90 ده في السوق السوداء مش في جدول الضرب. كرصاصة تنضرب في نفوخة. الحساب 90 قرش و9 10% يبقوا 99 والجنيه مخصوم من ماهيتك. عادي يعني هقبض الشهر 10 ايام. ونقبضه كمان. انا شايف كده اخر الشهر ان شاء الله هدفع لك الفرق من جيبي. انكتب. انكتب. انت ما تنفعش كرسوم في الصالة ابدا. امال يعني هشتغل ايه في الصالة؟ رقاصة؟ انت من بكره الصبح هشغلك مرمطون في القهوه. خلاص مرمطون مرمطون احسن ما اشتغل قرصون عديم الذمه. قال 6 ب 15 ب 90 قرش. يا اخي هي يا اخي. امشي. خلاص مشينا. ايه؟ مقالي وفلتيني وملي ومزيني. يا عواد. الله الله. وبتغني ساعتك؟ امال ما غنيش ليه يا استاذ؟ عشان احنا اشتغلنا في القهوه وربنا تاب علينا من الصاله وقرصنا. يعني انت مبسوط خالص؟ ما انبسطتش ليه؟ وانت مش مبسوط؟ طبعا مش مبسوط. ليه؟ لاني لما هشتغل في القهوه مش هقدر اشوف سكاره زي ما كنت بشوفها في الصاله. ايه؟ بشوفهم هي بتروح وهي بتسكت وهي رايحه وهي جايه وهي مين؟ سكاره هانم. يا صباح النار، يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا كلهم بقى. هم ايه دول؟ الورد والنرجس. الجنينه اللي قدمتها لك يا اخي اتكسف على دمك. يا اخي ما دام ما تتعطركش ما تسيبها. اعمل ايه يا سمسم اذا كان قلبي بيحبها؟ قلبك. اذا كان على قلبك فاسمح لي بقى اقول لك بكل اخلاص يا اخي جاك وجع قلبك. مصطفى. نعم استاذنك. امال بابا فين؟ مش موجود في المكتب. ابغي دخلي كازن استاذنك. طب انا رايحه. خدي السكر. تسمحي لي بكلمه؟ نعم. انا مش عارف انت دايما مكشره في وشي ليه. انت مستكتره عليا ابتسامه. نعم نعم ابتسامه. روحي يا روحي. ابتسم لك بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه. زكي عن جمالك بابتسامه لوجه الله. شيء غريب. انت ايه مجنون؟ شويه. على كده لو استنيت كام يوم في القهوه هيبقى جنانك شكله ايه؟ اه زياده. تبقى هتروح مستشفى المجانين. مظبوط. بقى اسمع ما اقول. انت ما كلمنيش يا رزق يا سلم يا رزق. ما تزعلش دي حاجه كده على الريحه. يا ماما. كرسون كرسون. ايوه ايوه حاضر. نعم نعم. ايه ده مفيش كراسي نظيفه؟ نظيفه. هات لي انضف كرسي عندك. واحد وسكي. حاضر. واحد ويسكي واحد كرسي صلحوا. انت ليس كيس تتغوصك ليس بوكي. اتفضل يا سعادة البيت انضف كرسي. هات الويسكي يلا. حاضر. اتفضل عليك يا سعادة البيت. اتفضل عليك. يا اعمى يا قليل الادب. لا 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 من فضلك اوعى تسبخ معايا. رحت لفيتك الترابيزه. ده انا هخرب بيتك هخليك تطرد في الشارع طرد. جايب لي كرسي بثلاث رجلين. الرجل الرابعه هي بيه. بتقعدني على كرسي مكسور؟ انت اللي كسرته. الكرسي ما استحملش تقلك. ما استحملش تقل ليه؟ تخين قوي. انا جسمي 70 كيلو. ايوه جسمك 70 كيلو انما دمك 300 كيلو. بتقول ايه يا وقح؟ انت بتشتمني؟ انا هربيه. ارجوك ما تضربوش. سيبيني اكسر دماغك. لا لا لا. ايه انت بتدافع عنه؟ لا ما بدافعش بس ما احبش حد يضرب الجرسونات بتوعنا لانهم مساكين. متشكر. هو عمل لك ايه؟ الوقح ده جاب لي كرسي مكسور جيت اقعد عليه نزلت الف على الارض. مره ثانيه تفتح عينيك كويس. حاضر. روح شوف شغلك. حاضر. ايه اللي جابك بدري النهارده يا شوشو؟ مش من عوايدك؟ ماما. ماما يا سيدي. مالها ماما؟ من يوم ما شافت الكسوره الالماس دي وهي هتتجنن عليها. عاوزه زيها كمان. كده؟ طب ما تشتري لها زيها. ما انا هشتري لها النهارده. لذلك جبت لك ترنتاكي عشان تسلفها لي، اوريها للساغ يعمل زيها وارجعها لك تاني. بس كده؟ اتفضل. يا سلام، انا متشكر جدا، ممنون قوي. بس اوعى تروح فين؟ لحسن دي غاليه عندي قوي لانها تذكار من المرحومه ماما. لا اطمني خالص، ده انا هشيلها جوه عينيا. على اذنك بقى اكلمها في التليفون واطمنها. طيب وانا كمان هروح. الو الو سامي. ايوه مين؟ شريف. اسمع سامي، تقدر تقول لروحك مبروك. مشروع الاسهم هيتنفذ زي ما اتفقنا. وقعت على ممول جديد؟ بعدين افهمك كل حاجه. المهم تعرف ان الفلوس في ايدي دلوقتي. كده؟ وامتى هتبقى في ايدينا احنا؟ هفوت عليك بعد شويه.
استناني. لا 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 مش هتأخر. يا جرسون يا جرسون جرسون يا جرسون يا جرسون جرسون. ايه ده نايم على ودانك؟ اطرش ما بتسمعش. الزباين دول سلطجيه والدك. ايه كاميرات الست ننتك؟ الله الله ايه اللي ننتك ووالدك؟ طلباتكم ايه خلصوني؟ احنا بقى لنا ساعتين واحنا بنسقف على ساعتين. ثلاث ساعات واحنا بنرجع على جنابه. لا تتعطف ولا تتنطط ولا تتكرم ولا تتنازل. لا 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 يا فندم اتعطف ايه واتلطف ايه؟ انا تحت امركم. ايه طلبات السياده؟ اشرب ايه يا ميم؟ تشرب انت ايه يا سراج؟ معرفش انت هتاخدي ايه؟ معرفش. قول لي انت هتاخد ايه؟ انا لسه ما فكرتش هاخد ايه. وانا وحياتك ما فكرت هاخد ايه؟ ولما حضرتك وحضرته ما فكرتوش لسه تاخدوا ايه؟ امال مستعجلين على ايه؟ ايه بتقول ايه؟ قولي انا حضرتك اول ما جيت طلعت فيا انت والست وهات يا تهذيب ويا صاحب السعاده ويا صاحب العزه وبقالنا سنه وبقالنا ساعتين وننتك ووالدك واديني واقف مطلوب علي الساعة وحضرتكم لسه ما فكرتوش تاخدوا ايه؟ خلاص هنشرب هنشرب هنشرب. هنشرب نعم اطلبوا. اجيب لك واحد شاي يا حبيبي. ما اقدرش، انت عارف عندي المسرح. صحيح بس كده بقى تاخدي كوباية لبن. انت عارف ان الكبد تعبني قوي. ايوه صحيح. اقول لك بقى اطلب لك واحد جيلاتي. يا ريت بس يا خسارة، اللي هو دي واجعني قوي النهارده. جبتها ايه؟ لسه جبتها. اسعاف؟ ايه؟ فاتحين قهاوي ما فيهاش طلبات. يا قهوه دي؟ دي الصبر. بوجودكم يا هانم. زباين تغم النفس. اعوذ بالله، انا مش عارف طبخت بوش مين النهارده. زباين دول مش ليه؟ لانهم مش عارفين ياخدوا ايه؟ مش معقول، انا عارفك، لازم طولت لسانك عليهم. قول لي اوامر الطلبات اللي طلبوها، انت. يا فندم والله العظيم ما طلبوش حاجه، الست عندها امراض العالم كلها، والبي عنده مناخوليا. يبقوا طلبوا قدام دينا ب 24 وخمسة تعريفة 10% وقرش انتاج بقشيش قول 30 قرش مقسومين من معيتي. لا 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 انت كل ساعة وتانية تتسلى على ماهيتي وهتطلع لي بوش في كل اخر شهر. عاجبك ولا تطلع؟ عاجبني. امر لله. دم الحلال. انت ايه اللي غضبك على المصيبة دي كلها؟ ما تيجي انا وانت نستعفى ورزق ورزقك على الله وصاحب القهوة له قهوة والجرسون له قهوة. انا ما اقدرش اسيب القهوة دي ابدا يا سيدي. انت عارف السبب. سكرة طبعا. تمام. بعدي عن سكرة معناه بعد روحي عن جسمي. يعني هو اللي خلق سكرة ما خلقش غيرها. انا بحب سكرة ومش ممكن هحب غيرها. يا سيدي انت سمعتش الشعر؟ وداويها بالذي كانت هي الداء، وانت الداء اللي تعبك واحدة ست، فتجوز داء اخر تستريح من الداء الاولاني. انت نسيت المطربة فتكدت دندش يا سادر يا سادر اللي بتحبك وتموت فيك وعاوزة تتجوزك. فتكاد ايه وما تكاد ايه يا اخي؟ من فضلك ما تجيبش سيرة الست دي على سنك ابدا. دي واحدة أنا مضطر أجريها خوفا من أذيتها، إذ كانت دايما شايلة لي إزازة مية نار وبتقول لي هحرق لك بيها وشك. رايداك والنبي رايداك، آه رايداك والنبي رايداك. جرسون مبسوط يا وش الغراب؟ أهي شرفت الست دندش. الواد عيا ما شافيش. جرسون. أيوه أيوه حاضر يا فندم. أهلا وسهلا. لا يا إلهي يفتح قلبي. بندهلك ما بتردش ليه؟ بسقف لك ما تحضرش ليه؟ أديني حضرت. نعم. وحشني يا مشمش. كوما انصفاه يا حامو. نعم تشربي ايه؟ ياك ان شاء الله تشرب ازاز الزفت مغلي. بقالي جمعه لا شفت وشك ولا سمعت حزن، واول ما تشوفني لا تاخدني بالحضن ولا تنزل فيا بوس. انت فيكي بوس هنا في القهوه؟ وما تنزل فيا ضرب يا بي على دمك تم بدم، اموت فيك وبخف دمك. متشكر. نعم تشربي ايه؟ كازوز. ماركه ايه؟ انا ما يهمنيش الماركه، انا اللي يهمني ان الازازه تكون جامده. حاضر. لكن انت عايزه الازازه جامده ليه؟ ما دام الازازه جامده هتاخدك دماغك حيطه هشلفط وشك كويس. يا ساتر ما عندناش كازوزه. يبقى لسه لك عمر. هاتلي قهوه في رجل جيتها بتيجي. حاضر. احبك يا فتكات فتكات، اموت في تركيب خف الدم فورمتك يا فوفو. ايوه كده خليك بني ادم، كتر من الكلام ده يا مشاميش. من فضلك من فضلك، هنا مش محل عواطف، هنا محل اكل عيش. حضرتك طلبتي واحده قهوه ساده؟ اما قرارك ايه يا بني ادم على عينيك لسان؟ كنت كويس دلوقتي، انت راسك عفيف. فتكات. نعم. ايه الجمال ده كله يا فتكات؟ يا ربي. ايه العينين دي اللي بتطلع دبابيس بتشكشك في قلبي؟ سلامة قلبك يا شمعدان قلبي يا كهربة قلبي. ايوه كده، فرح قلبي نور قلبي رقص قلبي. يا ست هانم انا قلت لك 100 مرة ده محل شغل محل اكل عيش، انت عايزة تقطع عيشي؟ قولي لي انت طلبت ايه؟ واحد لكم؟ يا اخي جاتك لقمية لما تقلع عينيك. انت جرالك ايه؟ ساعة تتعدل وساعة تتعوض؟ لا، انت ناوي تهزقني ولا ايه؟ لا 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 ازازة مية النار. مالي زيك انت شلو ايه؟ ازازة البيرة؟ ازازة الكولونيا؟ عايز تحرق قلبي مش عايز احرق لك وشك؟ يا اخي اموت فيك وفي تقطيع وشك. كتر خيرك. ربنا يكفينا شرك. واحد فارق لي كيس سوبوتيري. تقدر تفهمني حضرتك بتشتغل هنا جرسون ولا بتشتغل عشان تعمل عواطف
الزباين. يا فندم انا مضطر اجاري الزبون على قد عقله. شيء جميل، انت ما بتشتغلش هنا باليد شو، انت بتشتغل جرسون. فاهم يا حبيبي. المال اغلق ايه؟ روح شوف شغل. حاضر. جرايا يا مدموزيل سكاره ما تخليك الا طافه، اصل البنت دي بتحبه. اكرم. اوكي. لا صبها عندك في الفنجان. حاضر. انا وديت الاسوره للسايق عشان يعمل زيها، وقلت لماما اتبسطت قوي وبتشكرك. سيده شو ده وجهي خميس يا بيتي يا خميس حرقتني فنختني انا هوديك اللومان انا هكلفشك في حديد لا مؤاخذه يا ست متكاتل عصب على النظر يا عديم النظر يا عديم الذوق الحقوني بالبوليس النيابه يا اخواتي اهون عليكي ده انا مش اللي بيعبدك يو ينيلك يا بعيد حننت قلبي هي القهوه لسوعتك يا روحي لسوعت القهوه ارحم من لسوعه قلبي ما تزعلش نفسك هغير فستاني وارجع لك حالي ارفري يا مشاميش ارفري فتكتك كيفتو يا لا ترجعك سيبوني دي كانت تتفوق ليه؟ لان حضره الجرسون النبيه دلل القهوه على فستاني انت عينيك موجودين في وشك؟ طبعا امال موجودين في جيبي؟ لما عينيك موجودين في وشك سكروا القهوه على فستاني سيبونا ازاي؟ غصب عني حصلت لي هزه عصبيه ايدي ارتعشت بسمع انا طولت بالي عليك اكتر من اللازم انت مالكش شغل عندي وليه الاذيه دي يا حضره المدير؟ حرام عليك تقطع ما تعرضك احسن ما تقطع رجلين الزباين واحد ورا الثاني، سلم المركات اللي معاك وخد حسابك. معلش والنبي عشان خاطري يا حضرة المدير. خاطرك؟ اتليه انت على خاطرك. معلش يا بابا سامحوا بقى المرة دي عشان خاطري. او النبي يا بابا عشان خاطرها. وبعدين معاك يا سكرة، انت كل مرة تترجيني يا سامحو، عاوزة يخرب المحل. معلش يا خيرت يا فندم، دي آخر مرة سامحني. بعد كده مفيش إلا الطرد، أنت فاهم؟ فاهم. أنا وحش. عارفينك يا فندم. خصيم عليه القهوة ولا دلقها وخصيم عليه يومين. حاضر يا بابا. بابا اللي نبدا من فتكات زفت مش قلت لك يا اخي ما تجيب سيرتها في المحل ده كده هينخصم من عمرها 20 سنه يا رب ساندويتش كبده ساندويتش روز بيف 22 نو انت نو واي نوت نوت في عينك انا لسه ما فطرتش ما خدتش ماي بريك فاست انت كل يوم تفطر شكو بقالك ثلاث اشهر ما دفعتش ولا مليت وايه يعني انت عايز مني عشرات القروش وانا هقبضك الاف الجنيهات شحاته يا فندم بلاش تخاريف جوع على الصبح اللي زيك انت يا شحات تتكلم عن الاف الجنيهات ده انت اكلك شحاته وشربك شحاته واسمك شحاته خيرت افندي ما تلبخش ستندم ولا تساعه مندم تساعه مندم على ايه يا كرفون تندم على الثروه اللي انا جايبها لك انا دلوقتي مش شحاته افندي وكيل مكتب كرم الله المحامي انما انا دلوقتي رسول السعاده انا حامل مفاتيح خزائن الذهب يا فتاح يا عليم ارد يا كريم وبعدين معاك يا شحاته فندم اقعد قعدنا هات الساندوتش يا جرسون ما تجيبش حاجه قول لي الاول حكايه السعاده والذهب اللي انت جايبهم محدش معانا لا حد سمعنا قول بقى فاعتيني اسمع انت عندك ولد جرسون هنا اسمه مشمش اه خلاص مبروك اطلب الساندوتش ابدا قول لي الاول ماله باب الطين بعد ساعه هيوصلوا جواب مسكر طب وانا مات اه لو كنت تعرف ما يحصل لكنت تقف وتتحزم وترقص ليه؟ هو جواب ده هتكون في ايه؟ طب لبلدي؟ اطلب الساندوتش وانا اقول لك فهمني قبل في 50,000 جنيه اه؟ زي ما بقول لك 50,000 جنيه كويسة صدقني يا خيرة افندي الله يشفيك يا شحاتة افندي وهيقولوا من انهي مصيبة؟ ورثهم عن مين؟ عن ارسين لوبين؟ لا عن عمه عمه؟ وكان بيشتغل ايه صاحب السعادة عمه؟ بوهيتي؟ لا ده تاجر غني جدا كان مقيم في جنوب افريقيا مات عن ثروه تقدر ب 100,000 جنيه 50,000 جنيه وهبهم للاعمال الخيريه و 50,000 جنيه وهبهم لابن اخوه مشمش اللهم اجعله خير وايه تاني بعد ساعه هيوصل الجواب المسوجر وتشوف بعينيك وال 50,000 جنيه محطوطين في الجواب هو ده معقول ده جواب جاي من مكتب الاستاذ كرم الله المحامي اللي بشتغل انا عنده بصفته وكيل اعمال عمه ببلغه فيه خبر الورثه وبيقول له فيه انه يحضر المكتب عنده عشان ياخد نصيبه. الكلام ده جد يا شحاته افندي؟ ده انا اللي كاتب الجواب بايدي على الترايبر. طب ولو فرضنا الكلام ده صحيح، هيلوم ايه انا من 50,000 جنيه؟ 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ اه. اخدهم ايه؟ ضريبه تركات؟ لا، تاخدهم بلباقه وحزاقه ودبلوماسيه. حزاقه ودبلوماسيه؟ برضه مش فاهم حاجه. يا سيدي انت مالكش دعوه، انا عامل ملعوب وهخليك تلعبه. قول لي ايه هو؟ هات الساندوتش قول لي قبل. تقوم دلوقتي قبل ما يوصلوا الجواب المسوجر تكتب معاه كونتراته انه يفضل عندك جرسون هنا في المحل لمده 10 سنين بمرتب مغري. مغري؟ اه تديله مثلا 30 جنيه في الشهر. 30 جنيه؟ بقى ده كلام مسعى ليه؟ طول بالك بس يانس يا خيرة افندي. في اخر العقد تحط شرط جزائي بسيط
اللي يخل بشروط هذا العقد يدفع للطرف الآخر مبلغ 20,000 جنيه. وبطبيعة الحال لما صاحبنا هيقبض الثروة الكبيرة دي مش هيقبل يفضل جرسون، هيدفع لك 20,000 جنيه ويستقيل. أما حتة فكرة جهنمية أنا قايم منفذها حالا دلوقتي. اجري يا واد عبال ما احضر لك العقد. هات له سندوتش يا جرسون. أردوك فور أند فور. تن أند تن. ثانكيو ثانكيو مستر خيرت. مش مش يخرب بيتك فكرتك المدير. ما هو أنا المدير. يبقى بيتي أنا اللي اتخرب. تعالى في حضني. تعالى ابوس ايدك يا حضره المدير. اخصم عليا حق الكوبايات وبلاش الاذيه. عامل معروف كوبايات ايه؟ فداك القهوه ومحتويات القهوه. يا مشمش يا فندم، يا مشمش بيه، يا مشمش بات. لا 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 انا مش مطمن على روحي ابدا. تعالى معايا. فين عكركوت؟ لا على المكتب. انا عندي ليك مفاجاه مدهشه. مفاجاه مدهشه ولا علقه مدهشه؟ اعمل معروف يا حضره المدير، ابوس جزمتك تعتقلي. العفو يا صاحب العزه. عزه اتفضل تعالى معايا على المكتب، عاوزك في حاجه مهمه جدا. ده اكيد اتجنن. اتفضل استريح. ما هو كده كويس يا حضره المدير. اتفضل اقعد. حاضر. ده والله لازم تقعد في الكرسي الخصوصي بتاعك. لا 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 ودي تيجي يا حضره المدير، المقامات محفوظه. وشرف ابويا ان انت قاعد مطرح. اكيد واحد فينا مجنون. انا اللي مجنون بحبك، مجنون بشخصك اللطيف والضريب الخفيف. خد ماده من احسن صنف ودخلها البيل قاعد في المكتب. حاضر. طيب جاي حن. كلامك مظبوط يا ابو الشحاتين يا حلو. كل شيء على ما يرام وعلى ما ينبغي. عرفت عليه العبد والغرامه وافق على فوق. عاد انا عاوز ساندوتش تاني. انا هجيب لك كل السندوتشات اللي عندي. بس اسمع، اوعى كتير يا بنت السكره. انت تفتكر لما حبها ان ذمه ابوها كده ولا كده؟ استغفر الله، دي اعمال تجاريه. وعلى كل انا مش هجيب لها سيره بالمره. ولا انا. كمل الكنترول. الله 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 بالله ما شاء الله. ازاي تسمح لنفسك يا صعلوك تشرب مع سيدك؟ لا يا خالد افندي، سيبه ده معايا. ايوه انا معاه. لكن ما يصحش يا مشمش بيه. ايوه فعلا ما يصحش، لكن انا عاوز كده. ايوه هو عاوز كده. امر سعادتك، بس انا شايف ان الويسكي حلو. ايوه اروح اجيب له ازازه ثانيه. ايوه واديني 2 ساندويتش كمان. حاضر يا مفتوع بيني يا امه يا نبوي. اتفضل بقى العقد اهو. ايوه ده كونتراته. ايوه ايوه ما بين كل من خيرة فندي خيري طرف أول ومشمش فندي حسونة طرف ثاني. ما هي 30 جنيه في الشهر لمدة 10 سنين. طيب وحطيت الشرط الجزائي؟ أما كام؟ مبلغ بسيط جدا، 20,000 جنيه. إيه؟ 20,000 جنيه بس؟ لا مش حمدي، أنا عايز 50,000 جنيه. أنا راجل مستمار. يا طماع، يا 50,000 جنيه يا بلاش. هيوصل لك إيه بس؟ إيه أنت بكرة تزهق مني وتروح فاضيتني وترمي لي 20,000 جنيه على الجزمة، لكن لما يبقوا 50,000 جنيه مش هتقدر تستغنى عني أبداً. وأنا أستغنى عنك أبداً يا تمشمش. ما تضيعش الوقت قبل ما يغير رأيه. لو لاقي 30 جنيه في اليد ولا 500,000 عشان رايح وجاي. نفر لك امضي لي نسخة بتاعت اوام. عندك 20 جنيه 10 سنين. انا اغنى جرسون متشكك متشكك. سلام عليكم سلام عليكم. سباسف وادي السمسم. ايوه جاي لك جاي لك. جرسون ايه؟ برق نص دستة كازوزة على حساب. حاضر. ايه؟ لمين؟ واحدة الخيرات افندي. خيرات افندي. شحات افندي. شحات افندي. الست سكر افندي. الست سكر افندي. وانا وانت وانا وانت. ايه ده؟ اسمع هنا. ايه ده؟ روحي يا روحي، حضرتك بترقص؟ لا يا فندم، ده ما بيقص اصله وبيتلوى من المغص. واللي عنده مغص بيتلوى على واحده ونص. امال عاوزاه يتلوى على 2 الا ربع؟ اصل ده ملكات بطنه بتلعب من جوه فبتلعبه هو من بره. اخرس انت بلاش كلام فارغ. طيب روح شوف شغلك. حاضر. وانت تخرج من القهوه حالا. اه يا هاني ما افتكرش. ما تفتكرش ازاي؟ هو على كيفك؟ ايه على كيف التاريخ؟ احنا دلوقتي في سنه 1951. ده مظبوط؟ مظبوط، لكن التخريج ده معناه ايه؟ معناه اني ما اقدرش اسيب القهوه قبل سنه 1961. وعليك خير. انت سكران وبتخرب. انا سكران ومش بخرب. بابا بابا يا بابا. ايه يا سكر؟ الجرسون ده لازم يتطرد من هنا حالا. تسمح تطرده من فضلك؟ اطرده؟ ايوه اطردني يا اخي، ما تزعلهاش، اطردني اعمل معروف. اطردك ازاي بس؟ حصل ايه يا سكره؟
حصل ان لقيت حضرته واقف بيرقص وسكران وسايب الزباين. بسيطة، وفي ايه يعني لما يرقص؟ والله العظيم تقول لها في ايه لما ارقص، ما كل الناس بترقص، هي كمان بترقص. لا ده سكران فين؟ بسيطة برضو، في ايه يعني مش لابه كاس من نفسه؟ والله العظيم تقول لها في ايه لو شربت كاس من نفسه؟ ده بيغيظني يا بابا، انا لازم اديله حساب. ايوه اعمل معروف تديني حسابي كده. طيب انت فاضلك من شهر اللي فات 45 قرش، حد يوم لك حال. ياه اذا كنت عايزه تديني حسابي فيبقى 20,000 جنيه و45 ساغ. سامع يا بابا الجنان بتاعه؟ ما فيهاش حاجه يا بنتي، لما يتبحبح معاك شويه. روح يا روح، النهارده يتبحبح معايا شويه وبكره يرقص معايا شويه وبعد يتفسح معايا شويه، اهو ده اللي كان ناقص على سكر هش. لازم ياخد حسابه ويخرج من هنا حال. يا مجنون، يا مناخول، يا ده مرستان اصلي. يا حضرة المدير. اه ناي. بفضلك تتذكر مدموزيل سكرة ما تلبخش مع الجرسون المؤبد بتاع حضرتك. بفضلك يا سكرة ما تطوليش لسانك على مش. ما تطولش لساني، اهو ده اللي كان ناقص. ناقص كمان تقولي قدمي له بردون وقولي له العفو والسماح يا سيد الملاح. روحي يا روحي. ما تبقيش عصبية كده. الجرسون بتاعنا لازم نعامله بأدب ولا طاقة. ايوه حاجة تانية، مش زي زمان. فتح عينك كويس. شايف يا بابا قلة الأدب. معلش 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 مش يا بند حسون، مش يا بند حسون. ايوه حاضر، اديني جيت اهو. ايه قهوه شاي كازوزا كوكاكولا؟ ده انا البطاجي. البطاجي؟ اه انت مش حسونه؟ ايوه انا مش حسونه. في جواب من صقر عشانك. عشاني انا؟ ايوه. يا ترى في ايه الجواب ده؟ علم علمك، اتفضل امضي واستلم. هات القلم يا سيدي، انا عمري ما مضيت زي النهارده. شوف اتفضل. ياه ده جواب تقيل خالص، باين عليه ملغم. ايه ده انت اللي ملغم. ده لازم من الراجل اللي كسر لي البسكليتة بعربيته. بعت في الجواب ده 10 جنيه ثمنها. تعرف لو لقيت جوه الجواب ده ال 10 جنيه هدي لك منهم ريال على الشارع. اصل وعد. لا لا انا صح، انا عيال هم الحولي كوبايه ميه كوبايه ميه كوبايه بيره. ايه ده يا جرسون؟ ده انت جعان؟ معلش بس عشان تبعت البيت انا هبعت لك بداله جرده كبيره دلوقتي. 50,000 جنيه انا صاحب 50,000 جنيه. 50,000 ورقه. انا مش بس هدي لك ريال، انا هدي لك 10 جنيه يا اجمل بسطجي في العالم. قول لي انت عندك اولاد؟ عندي ثلاثه بتاعت ما تخافش ما تحملش همهم، انا هعلمهم واجيب على حسابي. انت هتفوت عليا بكره هدي لك اللي انت عايزه. ربنا يخليك يا سعد. شي حد يا فندم؟ صديقي روتشيلد. 50,000 بوسه. خير يا فندم، بوسه يا فندم. وبعدين في راجل السكران ده يا بابا. امشي. خد دي على تعبتك سكره. بعدها مش لازم نروح السرايا السفرة يا بنتي؟ صبك بالله. انا عندي فكره مدهشه. تعالى معايا سمسم. سمسم انا لسه ما بصتكش. بص الله الله. اسمع انت تقدر تعتبر نفسك من دلوقتي سعيد جدا ليه؟ بس تلاقي ستار ويليام انا اللي بصتك يا اخي. يبقى عاوز رد اشاره. افهم بس، انت دلوقتي اتبست من راجل عنده 50,000 جنيه. طب وايه يعني ايه؟ 50 انت جبتهم منين يخرب بيتك؟ ورثتهم من المرحوم عمي. تعالى اقعد حط رجل على رجل. رجل على رجل. انا عيتك من النهارده سكرتيري الخاص. اطلب كرتون. احنا الاثنين قاعدين. بلاش دعوه ده تشوف. طيب يلا كرتون. في حد بيسقف؟ ايوه احنا في الخدمه يا فندم. من فضلك عايزين ورقه وقلم. اتفضل. اكتب يا سمسم افندي. ايوه يا مش بيه. ست بدل على شانك. عدد 12 بدل. ست جزم على شاني. عدد 12 قوس جد. 24 قميص حرير. عدد 48 قميص حرير. ايه هو اللي انت بتكتبه ده؟ يا سيدي اضربهم في اللي قلته في اثنين انا وين؟ طيب زي بعض خطك. اكتب عندك. ايوه 40 قوس شراب نايلون. 80 قوس شراب نايلون. ايوه اديني جاي. 50,000 جنيه انا. ايه ده كله؟ انت مسافر؟ لا خالص يا فندم، ودي تيجي. انا استحيل اسيب القهوه الا لما تلاقي واحد يحل محلي. لا 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 ابدا يا عزيز. اسمع انا فاضل لي من ماهيه الشهر 45 قرش مش عايزه، سامحتك فيهم. لا 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 الحسابات تمشي اصوليه. 40 قرش لازم تخصمهم من 20,000 جنيه. الله الله 20,000 جنيه بتوع ايه يا خير يا فندم؟ انت مش عاوز تسيب القهوه وتفتح كونتراته وعاد يسالوك الحاله، لازم تدفع التعويض. الله يخرب بيتك، ده يعطيني كاس الويسكي اللي كانوا في دماغي. يا شحت يا فندم يا شحت يا فندم. الف
ايوه انت راجل تفهم في القانون. طبعا انا لو كنت عارف النهارده الصبح ان حاولت 50,000 جنيه ما كنتش مضيت عقد زي ده. خير يا فندم ملوش حق يطالب اي حاجه. بس يا دلوقتي لما مدموزيل سكرى حبت مش طالبتها بالتعويض وبقيت مهيت ولو لكن انا مش ممكن ادفع 20,000 جنيه. لكن انت عندك 50,000 جنيه. هو لو بيروح منهم 20 مش هيفضل لي غير 30. يا خير يا فندم انا خلاص عملت الترتيب اني اعيش ب 50,000 جنيه ما اقدرش اعيش ب 30. مفيش مش ممكن تقدر تسلف من الكونترات بدون قرار. لازم تدفع لي خير يا فندم مبلغ وقدره 20,000 جنيه. ماذا والا هتفضل جرسون في قهوه تخدم العالي والواطي الشريف والحرام. هو في حراميه غيركم يا نصابين يا بتوع الثلاث ورقات؟ بقى تبلفوني الصبح وتضحكوا عليا وتفضوني عقد كل نصب احتيال. بلاش اشتغل كرسون 10 سنين. 10 سنين ده يبقى تخفيل منك لو تستنى جرسون. قدامك حاجتين، يا اما تشتغل كرسون 10 سنين يا اما تدفع المبلغ. فكر فيما سوف تعمل. طيب سيبوني افكر. فكرك هيدفع ورجليه على رقبته مش ممكن هيقبل يشتغل كرسون 10 سنين بعد ما اصبح غني. وهتشوف لما نشوف. يا خير يا فندي انا خلاص فكرت واخترت الشيء اللي يليق اني اعمله. نوال انا ولا ايه؟ التعويض مش هتسيب الشغل. ومين قال كده؟ انا هشتغل جرسون. ايه؟ اصل الشغل عجباني غويها ثم مش باين عليا اسيب القهوه بعد العشره الطويله دي. يا خير يا فندي انا هفضل في خدمتك. شاي قهوه كزوزه مفيش ساندويتش. شاي قهوه يا مصرياني. سامع يا مستشار الزنق؟ انا مش فاهم ازاي ترضى تشتغل جرسوم مع العلم معاك فلوس تشتري القهوه وصاحب القهوه. قصدي انا ما احبش حد ياكلني اوانطه. هم عملوا فيا مقلب لكن انا مدبر لهم مقلب اقوى من مقلبه. انا هخليه يقول حق برقبتي وهو اللي يطردني وهو اللي يدفع التعويض. ولو ما برضه هتشتغل جرسوم. ايوه لكن خيرت افندي مش هيقبض ولا مليم من الثروه. ويانا يا هو والشاطر اللي يقبض الاخر. اسمع انا عندي فكره تخلصك من المقلب ده كله. ايه قول. تروح تقابل سكرة وتفهمها على الموضوع من اوله لاخره. ودي بنت عندها ضمير وذمه ومش هخلصها ابدا انه يتخرب بيتها. مش ممكن اقول للسكرة اني ورثته بقيت غني. انا عندي امل انه يمكن يجي يوم وتحبني. عايزها تحبني وهي عارفه اني فقير عشان ما اشكش في يوم واقول انها بتحبني عشان فلوسي. جرسون. ايوه حاضر جاي. عجبك الاماره دي يا استاذ؟ بس طول بالك دلوقتي تتفرج هعمل لك فيهم ايه؟ طيب فرجني. واحد شاي مهنه. شيخ غريب انت جرسون. انت يا جرسون. جرسون. الزبائن مسقفه دول جنابك ما انت بسامحهم؟ وجنابك انت ما انتش سامحهم؟ سامع. طب ما الوقف كده ليه؟ ما تتحرك تشوفهم عايزين ايه؟ انت عايز تطفش الزباين؟ انا لا اشوفهم ولا انت. انا وانت واحد. روح شوفهم عايزين ايه يا اخي، انا رجلي بتوجعني فيها كله. تحب اقلع جزمه واوري لك؟ الله الله على الجرسون المؤدب. لا 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 من فضلك انا ما اسمحلكش ابدا تهزقني. ثم يا اخي كنت متضايق مني اطردني. اطردك؟ رد عليه رد عليه يا شحاتم هندي. احب افهمك ان امتناعك عن تأدية وظيفتك معناه انك مستقيل من العمل، وفي هذه الحاله تكون ملزما بدفع الغرامه كنفذ الكونترا. الكونترا. اي حاضر انا هنفذ لكم ما الكونترا. افندم يا سعاده البيت. ايه انت مش عايز تيجي ليه؟ والله ما تاخذيش اصلي عيان شويه. عيان وبتشتغل؟ اعمل ايه؟ مفيش رحمه، مفيش انسانيه. صاحب المحل بتاعنا محطوط له مطرح قلبه حته دبش. نعم تشربوا ايه؟ اديني كاس كونياك. حاضر. ولا واحد قهوه مظبوط. واحد كونياك واحد مظبوط. شايف؟ اهو بيشتغل وهو زي الارنب. انا تحتك. انا كنت عاوز يطلع من الشغل وهو زي السابع وهقبض ال 20,000 جنيه. طول بالك. باسيونس. كرسونات اخر زمن. الكونياك القهوه. ايه ده انا طالب كاس كونياك تجيب لي شوف كونياك؟ احنا الكونياك عندنا بالشكل ده اصلنا بنشتريه رخيص خالص. ده قال عن كونياك في الدنيا. قال عن كونياك؟ ايوه يا فندم ماركه ما قل ودل. كاس واحد منه يجيب خبر ادخل زبون في البلد. ده كونياك مستخرج من عصير نعال الجزم القديمه. يا ساتر. سامع. طول بالك. باسيونس. فرغني القهوة من فضلك. أنت عندك أولاد يا سعادة البيه؟ أيوة ليه؟ مسكين. ربع فنجان قهوة؟ حضرتك مش بتقول عندك أولاد؟ أيوة. لازم تعيش عشان تربيهم، أنا خايف على صحتك. من إيه؟ من البن بتاعنا. كلام في سرك، الراجل صاحب القهوة بتاعنا ده ذمته واسعة خالص. تصور إنه بيلخبط البن مع نشارة خشب.
لي شارط خشب. آه. انت جايب لي القهوه دي عشان اخس اكتر من كده. قوم بينا قوم. وعايزني اشرب منقوع الصرم؟ ده هيتخيبكم ويخيب اللي عدت محلكم. مع السلامه، شرفت وانستوا. كل يوم من ده من ده. سامع يسوي سمعه القهوه، انا هفرقع. معلش باسيانس. باسيانس الامتى؟ لحد ما يخدمها بيطفش الزباين، انا هطرده. وال20,000 جنيه. ايوه صحيح، وال20,000 جنيه، ال20,000 زفت هجيبهم منين؟ اسمع انا تعالى معايا. تاني. تصبح تقول سعيدة، صباح الخير، قول حاجة. قول ايه؟ لا مؤاخذة بكلم نفسي. بط يا عيون بط، صحيح صوته حلو، وهو حلو بعقل، بس يا خسارة ملوش بخت، صوته ضايع ما حدش راضي يسمعه، وقلبه حاير ما حدش راضي يرحمه. هو مطلقة بتقول الكلام ده ولا ايه؟ أبدا. جارسون؟ ايوه افندم سعادتك. هات واحد كونياك. حاضر افندم سعادتك، واحد قهوه على الريحه. حالا واحد قهوه على الريحه، واحد كونياك صلحوا. دلوقتي هيجيب لكم كونياك وشوب بيره ويقول لكم ده من منقوع الجزم، وهيجيب ربع فنجان قهوه ويدعي ان البن فيه انشارة خشب. تعال تعال. انا سمعت ان الكونياك بتاعكم ده من منقوع الجزم. جزم؟ والبن بتحطوا عليه انشارة خشب. خشب؟ ده معقول يا سعادة البيه؟ مغفل مين اللي قالك كده؟ ده كونياك من اعلى واحسن الماركات. والبن؟ بن يمني درجه اولى. الشهاده لله صاحب المحل بتاعنا دايما يجيب احسن وافخم المشروبات. خدمه ثانيه بتاعت البيت؟ لا متشكرين. العفو فندم. ميرسي. ده جرسون مؤدب جدا وشايف شغله على اتم وجه. انا هتجنن. لا انا شايف انه جرسون ممتاز. ممتاز؟ ممتاز في ايه؟ ممتاز في تطفيش الزباين؟ انت شوف حضرتك القهوه بتنش. ده مش ذنبه، يظهر انكم انتوا اللي عايزين تقطعوا عيشه. يلا بينا. لا انا هكتب تقرير ضدك للنقابه. كويس كده يا جلاب النوايب. زمره عبدتي مستر خيرت، انا هقتل زمره رقبتك على شرطك المهببه دي. مستر خيرت، مستر خيرت، باسيانس، ما تلقيش سلاحه كده بسهوله. المناورات اللي بيعملها سيمشمش ما هي الا حرب اعصاب، او كما يقولون في السياسه حرب بارده. بارده؟ يا اخي كان صندوق بارود لما يفرقع في جدتك. انا كان مالي ومال شرطه الكونترات المهببه دي. الو، ايوه، عايزه مين يا هانم؟ الست سكره؟ حاضر، دي يا واحده. مصطفى. نعم يا مصطفى. ايوه روح قول للست سكره تتكلم في التليفون. حاضر. كل يوم من ده من ده من سامع نقرس تطاليس. اسمع انا عندي فكره جديده لك، تعال معايا المكتب. حاضر. تاني عاتبك كده. باسيانس ايه؟ هم حيخلصوا باسيانس ده ابدا؟ الو؟ مين يا فندم؟ هنا جمعية تربية اليتامى. أنا رئيسة الجمعية. أهلاً وسهلاً. أفندم، إيه الخدمة؟ الجمعية عاملة حفلة خيرية بعد أسبوع في الأمازون، ويسرني جداً لو تبرعت لنا برأسة في الحفلة دي، وتختاري بنفسك مطرب يغني لي. بكل سرور. العفو يا هانم. فاكرة، بعد أسبوع هكون أنا والمطرب بتاعنا في خدمتك. في الأرزونا مش كده؟ أرفار يا هان. هلو سوسو، صباح الخير. هلو سوسو، جبت الأسورة؟ والله نسيت، أنا مش عارف ذاكرتي مالها، ضعفت خالص. أرجوك ما تنساش تاني، عشان دي عزيزة عليا قوي زي ما قلت لك. حاضر. على فكرة، أنا صحيت واخر من النوم وما لحقتش البنك، أقدر ألاقي معاكي 50 جنيه مؤقتا. بس كده؟ دي يا واحد. لكن قولي لو صحيح ترجع لها اسورتها ولا زي العادة؟ اسورة مين يا حبيبي؟ الاسورة اتباعت ب 500 جنيه عند الخواجة شمعون الجواهر دي، وثمنها راح في مشروع الاسهم اياه. شوشو. ايوه. الجواب ده عشان ميرسي يا روح. رفار بقى. رفار شوشو، اوعى تنسى الاسورة عشان عندي حفلة في اريزونا ولازم اكون لك. اوكي، هبعت لك الاسورة في الحفلة. رفار. مدموزيل سكرت، اسمحي لي بكلمة. لا. دي مسألة تهمك. شريف بيه خطيبك. نعم نعم نعم، هتتحشر بيني وبين خطيبي كمان. روحي يا روحي، اوعى تجيب سيرة خطيبي على لسانك مرة تانية. امشي شوف شغل. حاضر.
رايح على فين يا خروفجي؟ عند الخواجه شمعون الجواهرجي. الجواهرجي؟ روحي يا روحي. يا عين على العز، يا عين على العز، يا عين على العز. اما يا ابني المرحوم عمك ده كان راجل طيب قوي اللي سجل في الفلوس دي كلها قبل ما يموت. فاسمح لي اقول لك بكل اخلاص ربنا يخلي لك المرحوم عندك. من فضلك بلاش كلام فارغ كتير، روح البس هدومك وقام لحسن ورانا ميعاد مهم جدا. ميعاد مع مين يا استاذ؟ مع الفرقه الموسيقيه بتاعت الاريزونا. الله، انت مصمم برضه تروح الاريزونا الليله دي؟ طبعا مصمم، ومش حضر للسكاره بقى مفاجئتين، لكن هيعجبوها خالص. عارفهم عارفهم المفاجئتين. طب هم ايه؟ انا وانت. لا، مفاجئتين تانيين. لا يمكن يا استاذ، في اهم مننا في التاريخ. بس روح للدوام بقى، احنا مبقاش في وقت، الميعاد مقرب خالص. حاضر يا استاذ، انا رايح اهو، انما ان شاء الله لسك هتكون في غايه الاريزونا. كل دول يا استاذ جايين يعملوا ايه؟ جايين يتعشوا؟ لا يا اخي، دي حفله خيريه، والناس بييجوا حفلات زي دي علشان يساهموا في الاعمال الخيريه. اه، ما شاء الله ما شاء الله. اما صاحبك ده يا ابني معبط في حته الدين اعمال خيريه، هنياله اهو ده يا ابني هيخش الجنه حد. يا اخي يمكن اخته، يمكن خطيبته، يمكن حبيبته. يا سيدي ليه ربنا ما يرزقناش بخطيبه ولا حبيبه من المركادي؟ انا يا استاذ والله العظيم اموت في الاعمال الخيريه. سيداتي سادتي، بعد لحظات سنقدم لكم الراقصه المبدعه الانسه سكره هشام في رقصه شرقيه بالاشتراك مع المطرب الاستاذ كروان حيران. اسمع بقى، انا رايح الاوركسترا وانت تروح على طول اوضه كروان حيران وتعمل زي ما فهمت. مالكش دعوه انت، روح. مش بيوصل، مش بيوصل. ها، جاهزين على الغنوه اللي اتفقنا عليها؟ يا جدع. راح في سبع نومه ويبقى جدع بقى اذا قام بعد جمعه. وانت عملت ايه؟ مش هتغني الفكره زي ما قلت ايه؟ طبعا، بس قبل المفاجاه الاولى. ايه هي؟ هرجع الاسوره الفكره. انا لازم اطرده، لازم انفذه. وقع دمك يا ستي، والنبي ده صوته احسن من صوت الاستاذ كروان. احنا مش في صوته دلوقتي. هتقول عليا ايه رئيس الجمعيه لما تعرف ان جايبه معايا مطرب مش معروف عشان مش واخده فلوس؟ الله، اسورتي. بونسوار سوسو. بونسوار شيرين، انا متشكره قوي. متشكره على ايه؟ عشان رجعت لي الاسوره. اسوره؟ العفو العفو. يا سلام، دي مفاجاه لطيفه منك. هو انا اقدر ازعل عليك؟ ده انا جاي جري عشان ما اطلعش في الدم. اسمع، انا كل اللي يهمني ان السكره تكون سعيده، حتى لو كان موت يسعدها فانا مستعد اموت على ايديها. تموت؟ طب يا اخويا موت لوحدك وانا هروح اموت في حته ثانيه. سلام عليكم. اموت في الاعمال الخيريه اللي تفتح النفس. يا نصيب الجمعية يا بي، خد لك ورقة. اديني ورقة وحطها لي في ورقة ولفهم لي في ورقة. يا سلام، ده أنا جاهز. يا نهار أسود، ده أنا مفلس. اتفضل يا بي. لا معلش بقى، بالهنا والشفا. أما قليل السوق. العفو. اللي فاتت يا بي. عاد أهي باعت اللي فاتت. مطمئن؟ عايز إيه؟ من فضلك لازم تفهمي انت بتشتمي مين. انت فكرك انا ما اقدرش اشتري ورقه؟ طبعا. ده انا اشتري 20 ورقه. من فضلك اديني 20 ورقه مش 19. قلقلي السؤال. اتفضل. يا ماما، ايه يا ست ده؟ انت مش قلتي للزبون اللي ورايا ده الورقه اللي معاك هي اللي فضت؟ ايوه، انا دايما بقول كده للزباين علشان يشتروا، انما ما معايا كتير. اتفضل. لا والنبي خليهم على شاي. شيء بارد يا حضرتك. اسمح لي اقول لك ان حضرتك قليل الذوق عادي قديمه. هي في الحقيقة حاجة تكسب، إنما معلش اديني بق والنبي اللي قدامك. ميرسي، أيوة، شكرا. سيداتي سادتي،
يسرني أن أعلن لحضراتكم أن الراقصة المشهورة الأنسة سكرة هشك بعد أن تبرعت بالرقص في هذه الحفلة الخيرية قد تبرعت أيضا بقبلة ستقدم في المزاد العلني، ومن يرفع عليه المزاد سيفوز بهذه القبلة من الأنسة سكرة. والآن نفتتح المزاد. مية جنيه، مية جنيه، مية وخمسين جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه، 350 جنيه، 500 جنيه، 500 جنيه، 500 جنيه، ألا أونا، ألا دوي، ألا ثري، مبروك يا حضرة. ده شخص ما حيتوش العمى ده نصاب. تفضلي يا هانم، شيك ب 500 جنيه. أشكرك باسم الجمعية. العفو يا هانم. اسمحي بقى مادموزيل. روحي يا روحي، جبت الفلوس دي منين؟ نطشت محفظة مين؟ الله، دي فلوس يا مادموزيل سكر. فلوسك؟ آه يا ناري، لو كانتش حفلة خيرية كنت كسرت وشك. أدي اللي كان ناقص على سكر عشك يبص على جرسون. أمر لله، فضل. انا مش مصدق وداني. لا صدق. يا صباح الفل، يا صباح القشطه، يا صباح اللوز، يا صباح الهنا. بس انت هتقولي قصيده؟ سالتف على اللي حصل مني امبارح. العفو، انا سعيد بكل شيء يحصل لي منك. طب شوف شوف. حاضر. الله، مش مالك يا اخويا واقف كده زي تمثال نهضه الصلخه. لا انا صحيح مش حسونه. لا يا اخويا، انت دولك حسونه. عليه العوض في عقلك، ما هي دي نهايه الحب. تصور سكر قالت لي ايه النهارده الصبح؟ عارف، نعلت سلسفيل اجدادك زي العدل. اه لو اقول لك قالت لي ايه مش هتصدقني. قالت لك ايه يا اخو؟ لك البرده. قالت لي يا صباح الخير. يا سلام، قالت لك كده حته واحده لقيت تبصير. لا واعتذرت لي عن كل اللي عملته فيا امبارح. يبقى مبروك، يبقى عقلها خاف. انا دلوقتي مش حاسس ان انا واقف على الارض. ايوه، حاسس كده ان انا طاير في الهواء. يا سلام، طاير فوق. يا فوق. فوق خالص. الحق، هو جالك في المدفع المضاد للطائرات اللي هنزلك على طول رقبتك. فتكاتوا ضح. ايه؟ فتكاتوا؟ ايوه وراك، شد حيلك. يا ولد، مش انت اللي ناقصني. يلا يا صباح السفاح الامريكاني. انت ضحكتك بقى يا طلع امريكاني يا طلع فخمجوز. يا سلام عليك يا فتكات، دايما تهربي دمي بإزازة مية النار اللي في ايدك دي. انا هشرب دمك، انا هضيع دمك. يا لهو يا لهو، عينيك، خبي عينيك، غمض عينيك. مالهم عينيا، غمضهم ليه؟ بلا سمعوني بدي، خلوا قلبي سايق مني في كشتك الزبيب الحراء. البس نظاره سود، داري عيونك عني انني بشر. حاضر يا ستي، حلبسلك نظارتين فوق بعض. انما حضرتك ايه اللي صحاكي بدري النهارده؟ اسمع، امبارح حلمت حلم سيب ركبي، قمت مفزوعه من السرير كانه نص نفسه اتعقرب بيقرفوا كده. بقيت اصرخ واقول يا حبيبي يا مشمش، يا روح يا مشمش، يا سويت هارت يا مشمش. الله، ليه حلمت ان انا مت؟ يا ريت، حلمت انك اتجوزت واحده غير. انت تتجوز واحده غير؟ تعيش مع واحدة غير؟ تدفن على يد واحدة غير؟ لا 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 يا ستي، بتقولي ده حلم؟ وده حلم، انا ما انا لازم اتنزلش الارض ابدا. انا مرة حلمت اني غرقت في البحر، ثاني يوم غرقت في البنك. طيب، اعملي معروف بس بقى. دلوقتي اجيب لك ايه، واحد ليمون؟ لا، انا عايزة واحد مأذون. الله، مأذون عشان ايه؟ يسكت عليك حالا، يسلمني ورقتك حالا. انا عايزة قلبي يطمن، يرتاح، ياخد نفسه. لكن دي مسألة عايزة تفكير، انا لازم افكر قبلك. هتفكر فيا بقى، هتاخد رأي العائلة الكريمة ولا هتستشير مجلس الأمن؟ هي كلمة. انت يا تتجوزني النهارده يا امشي في جنازتك النهارده. ها قلت ايه؟ بس اعملي معروف، بلاش الازازه دي. النهارده كاتب كتاب ونعلي جواب. ونعيش في كتابات ونبات ونحلب صبيان وبنات. ما راحت عليك بقى. صورة جوزي اول بس كان سبع ملو هدوم، اول ما كان يبص لي بعيني كنت كش كاني واخده شربه زيت خروه. لا باين عليك. هو في سلامته كان اسمه ايه؟ كان اسمه الحاج سلامه النابلسي، تاجر عظيم في شرق الارض. سافر بقى له ثلاث سنين ولا رجع. انما اليومين دول بلغتني عنه اخبار انه توفى. الله يرحمه بقى، هعمل له ايه؟ ما رحمه خلاص. روح وبعدين المأذون، الملف، الشربات، البنبون، يخفي عليه ما قالي وقلت له ومالي وقلت له ورجعت. الله يتمل عليك يا حيطه، تاخد اجلك. ايه صورة مين دي؟ صورة سكره؟ دي صورة اسعد انسان في العالم. ليه؟ كسب مليون جنيه؟ لا، مات. يخرب بيته، مات ازاي؟
ده عليكوا الشنبات كل فرد شنب منهم تشيل عماره الاوموبيليا بحال حضرته يبقى جوز فتكات. تبقى فتك كبير. لو عايزه تفتك بيا انا كمان وبتقولي ان ما كنتش هتجوزها هتشوي وشي بميه النار. والله مني منك اختار ميه النار. وايه العمل ده يا زفت؟ مالكش دعوه انا هخلصك منه. ازاي؟ هقطم لك رقبتها، هخرب لك بيتها، هقطم لك وسطها. يا سلام، ده يبقى جميل ما انساهولكش طول العمر. روح ربنا يوفقك وينصرك عليها يا رب. يا رب. اسمع يا. نعم يا. فين سكره؟ سكره دابت. ايه؟ سافرت. سافرت. سافرت فين؟ راحت البرازيل. البرازيل ليه؟ ايوه راحت تشتري بن علشان القهوه. انت بتهزر معايا؟ لو شرف ابوك يا شريف بيه وده معقول، بالاماره حتى انا موصل لها الشنطه بايدي لحد المطار. اما مفاجاه وهترجع امتى؟ والله يا علم علمك يمكن تقعد سنه اثنين اربعه، يمكن الحرب تقوم، المواصلات تنقطع، تفضل قاعده هناك على طول. يا اخي فال الله ولا فالك. ليه ما قالتليش على موضوع السفر ده؟ والله انا كمان ما قالتليش. ايه؟ شوشو؟ هلا شوشو. الله. سكرة. يا عيني على التساهيل. انت ما سافرتش البرازيل؟ البرازيل؟ وهسافر البرازيل اعمل ايه؟ مين اللي قال لك كده؟ على العموم مش انا، مش انت. حضرتك بتخدعني، بتغشني. انت ازاي تقول انه مسافر في البرازيل؟ اقول لك الحق يا سكر هانم، انا كنت عايز اشوفه بيحبك ولا لا. وانت ايه اللي حشرك كده؟ شغلك ايه؟ يهمك ايه؟ هل ده عليكي؟ لا، ده انت سوتها خالص، انا هعرف ازاي انتقم منك. على العموم ما فاهم انت بتعمل كده ليه؟ علشان ما غمستكش برشين. خد. لا متشكر، خلي القرشين دول علشانك. أنا كنت قبلتهم لو طالعين من جيبك مش من جيب سكرة. لا ده كتير قوي. هيجي اليوم اللي أصفي فيه حسابي معاه. إن شاء الله هنشوف. شوشو. ما تاخدش على خاطرك يا شوشو، أنا هعرف أرضيك. يا سلام يا شوشو. ده أنا استحمل إهانات الدنيا علشان خاطرك. أوروفار بقى يا عزيزتي لحسن عندي مشوار مهم. أوام كده؟ أعمل إيه الأشغال واخدة كل وقتي؟ أنا كنت فايت من هنا ما قدرتش أمشي قبل ما أشوفك. وديني شفتك ورويت عطش قلبي. أوروفار شيري. يا خبر من أين؟ الفلوس مشمش. أنت مشمش. بس ما عم أقول أنت تسرق فلوس الغير معلش، إنما تسرق فلوس الناس اللي بيشغلوك ويأكلوك عيش ده عيب. أسرق؟ أيوه، أنت اللي سرقت ال 90 جنيه اللي كانوا في الدرج وأنا بودع خطيبي، مفيش حد غيرك كان هنا. ما تقوليش كده مادموزيل، أنا مش حرامي، خطيبك هو اللي حرامي. اخرس، شريف بيه المليونير هيسرق 90 جنيه قليل الأدب، تعالى ما تفتشه. اتفضلي فتشي. دلوقتي هنشوف يا حضرة الشريف. طبعا شريف. روحي يا روحي. ومنين جبت الفلوس دي كلها؟ فلوسي انا من فضلك. فلوسك؟ فلوسك يا ابو مهي 3 جنيه في الشهر. بابا بابا. ايه سكرة؟ ازاي تشتغل عندك جرسون حرامي بالشكل ده؟ تعالي وسرق 90 جنيه من الكيس. لا من فضلك يا مدموزيل سكرة. اتفضلي هاتي 200 جنيه بدالهم وما فيش لزوم تجرحي احساس شعوري. هات يا ابني هات واحنا نزعلك ولا نكسبك. ازاي هتخليك في القهوة بعد كده؟ ده مش ايده طويلة وبس. ده لسانه اطول من ايدي. بس بلاش عصبية يا سكرة. مش حرامي. مش حرامي ازاي؟ ده امبارح دفع قدامي 500 جنيه في الاريزونا، جايبهم منين؟ إيه؟ انت غلطانة. هفهمك كل شيء، تعالي معايا. ايه يا استاذ انت بتعمل في روحك كده ليه؟ اصل عندي دور همثله. هتسيب القهوة وتشتغل ممثل؟ ده وقت الفراغ بس. المأذون ايوه حالا جاي حالا. وانا اروح جبت لك الفاميليا وفاميليه الفاميليا وجيران وجيران الجيران. اهلا وسهلا تشرفنا. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا خير البكاري. الله يحفظك. خالي العروسه عنتر ابو مدفع. تشرفنا يا فندم. عم العروسه زقلط البوم. اهلا اهلا حضرتك. كانت العروسه درويش التربيه. تشرفنا يا اهلا وسهلا. يعني فاميليا حرب ما شاء الله. يا سلام على نباهه. طب روح تجيب المأذون يا معروف فعلا. ايوه حالا دقيقه واحده هكلمه في التليفون حالا. فتيكا. فضلك يا عم ما تعرفش سيرة المحافظة كام؟ مفيش لزوم. ايوه خلي الحكاية دي على الله وعليا. الله يستر خير. منك الو يا الله العبا يا فتكة. عندي سلامة يا بطي. إيه كان أمه؟ إيه اللي جابك دلوقتي؟ هلا وصلت مصر بالسلامة ويريد الله إني أشوفك هون. جدلي أنت لابسة ملابس الزفاف وليش لابسة إيه؟ أطلقت هتتجوز. تتجوز؟ إحنا بنحسبك موت. لكن أنا ما متت، أنا حي ورحت أتجوز.
عندي العود غيري وحياة الله بتخذ بها الطبنجة. يا نايبتي صعبك يا حاج سلام، سامحني يا نابلسي. النابلسي صار رغاوي في اللي قدام على البيت عشان بعدين بقوصي. أبص إيدك. بقول لك في اللي. أبص رجلك. أشرب من دماتك في اللي. حاضر. في اللي. حاضر. يا عيني عليا وأنا تحت. يا مناخير اللي انجدعت ياما. مال يا اخويا شكلي بقى وحش كده وبقي واسع. يا دي النيل الراجل دماغه في سنه. لا 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 لا. ايه اللي جرى لك؟ اللي جرى لي يا استاذ ما يجراش لحد ابدا. ايه؟ تصور حضرتك رحت مع البنت فتكات لقيت مين؟ مين؟ لقيت جوزها الحي. يا نهارك اسود. واول عده الحرب ما اكتشفت الحكايه نزلوا فيا ضرب وفيني وجعت. اسمع نصيحتي بس. قول يا سيدي. هات اتنين ساندوتش. ده انا هجيب لك اتنين عاد. انا جايب لك هديه ذهبيه اهاديك بيها. تهديني بيها ولا تربيني بيها؟ فتسمع الزوج لما يكون غني ثروته دي هتبقى لمين؟ سين. كيف؟ تبقى مراته ولاولاده. اتفق. جوز بنتك سكر المشمش وبالطريقه دي هتبقى امواله واموالك وكل شيء اوكي. طب افرض ان مشمش مرضيش يتجوز. هيرضى ونص. أنا لاحظت بذكائي المفرط وفي عيني اللي زي عينين ضباط المباحث إن مشمش استنطق بنتك وبيحبها. قوم كلمها. أنا كلمتها كتير في الموضوع ده ولا فيش فايدة. تعال أنا وأنت تكلمها سوا. اتفضل. حضر لي 3-8 ساندوتش يا سي مشمش. يا ترى إيه؟ يظهر فيه طابو لك مقلب جديد ولا يهمك. روح شوفهم هيقولوا ايه لبعض. لا روح انت، كفايه اللي جرى لي من تحت راسك النهارده. يعني حضرتك بترفض؟ بكل اباء وشمم. فاتك ده يا صديق فالصو. انا هروح بنفسي اشوفهم هيقولوا ايه. انت حر، انا جسمي ما يستحملش علقتين في يوم واحد. يا انفوخي. بس حتى ما عرف الحكايه جاي يكلمك بنفسه. طبعا دول 50,000 جنيه يا مستر خيط. ما تضيعيش ثروه كبيره زي دي من ايدينا. لما تتجوزي مشمش هتبقى فلوسك وفلوسه واحد. انت لازم تتجوزيه اذا حبيتي تنقذي ابوكي من دفع 20,000 جنيه غرامه لمشمش اذا ضرب. مش ممكن اتجوز مشمش عشان فلوسه، ما بحبوش. اتجوز واحد ما بحبوش؟ بلاش تحبيه، حبي فلوسه. مستحيل اوافق على كده يا بابا. هو انا ايه؟ بيع عايز تبيعني مزاد شروه؟ سامع يا بس اسمحي لي بكلمة. يخلصك كده حتى الكلام مانيش طايله. انت بتكلم مين؟ بكلم ربنا، ربنا اللطيف اللي بيقبل كلام الجرسونات والخدمين. يا رب انت وهبتني ثروة كبيرة، لكن الثروة دي ما قدرتش توصلني للسعادة اللي كنت بحلم بيها. كنت افضل اعيش فقير دقة وانول الامل اللي بيتمناها قلبي. ليه يا رب كتبت علي التعاسة طول العمر؟ نعم، كنت عايز تقول ايه؟ كنت عايزك تسمحي لي بخمس دقايق بس اكلمك فيهم. اتكلم. لازم تعرفي يا مادموزيل ان السبب الوحيد اللي مخليني قاعد في القهوه دي مش علشان المهيه اللي انا باخدها. السبب اللي مخليني قاعد في القهوه دي اني بحبها، ولو انها دايما قاسيه عليا وظلماني. انا عبد للقهوه وترابيزتها وكراسيها وكل شيء فيها. انا مش عايز حاجه اكتر من كده، ومش طمعان اني اتجوزك، ولا احبش انك تبيعي نفسك ليا علشان مطامع ابوك. أنا عارف إنك بتكرهيني، وأنا كمان بكرهك، بكرهك. إيه اللي في عينيك ده؟ لا ولا حاجة، ما تفتكريش إن دي دموع يا مادموزيل. أنا مش بحبك، لكن أنا مش ممكن أسيب القهوة حتى ولو طردني أبوك. مش علشان خاطر العشرين ألف جنيه، علشان الخمس دقايق خلصت يا مادموزيل، أشكرك. أنت مش عايز تسيب القهوة، وإذا ترجيتك إنك تسيبها؟ إذا كان ده شيء يسعدك قوي أو حتى يسعدك شوية صغيرة، فأنا ما عنديش مانع أسيب القهوة. إذا كان صحيح تهمك سعادتي أرجوك تسيب القهوة.
حاضر حاضر أنا حمشي. هلا سكرة. سكرة. أهلا شريف. إيه مالك زعلانة ليه؟ لا أبدا ما فيش حاجة. أصلي طردت مشمش. دي أحسن حاجة عملتيها في حياتك. ده ولد يستحق التبح. بالعكس ده يستحق الشفقة. الشفقة؟ الشفقة خسارة في إنسان وضيع زي ده. أرجوك ما تشتمهوش، كفاية اللي جرالي. خلاص أنا جيت أهو. شبيك دبيك. شريف أنت طبعا هتبقى جوزي وما أقدرش أخبي عليك حاجة. طبعا طبعا. بابا عليه مبلغ كبير لمصلحة الضرايب وحاجزين على المحل. أخس ده خبر وحش قوي. وعشان كده كلمتك بالتليفون عشان تسلف بابا المبلغ المطلوب مني ويبقى يقسطه لك كل شهر. والمبلغ ده كتير؟ معرفش، المهم انك تدبر الفلوس اللي محتاج لها بابا بسرعه والا هيجوزني الواحد غيري. غيري؟ وده يبقى مين ده؟ مشمش. مشمش الجرسون الغلبان ده؟ ما بقاش غلبان، ده ورث 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ برافو، خلاص اتحلت المشكلة. ازاي؟ شوفي بقى، انت تتجوزي سمشمش ده وتخبطي منه الـ50,000 جنيه وخلينا احنا كده مع بعض من غير جواز. اه يا قليل الادب يا ساتر، انا ما كنتش اعرف انك وضيع للدرجات. انا افضل الانسان الجرسون الغلبان على البيه اللي زيي. امشي اخرج من هنا اوعى توريني وشك تاني. كده؟ انا هعرف ازاي ادبك انت والجرسون بتاعك. امشي اخرج من هنا. ايه سعيدة خيرة؟ خيرت؟ حاف كده يا ملافظ وحشة؟ مفيش خيرت يا فندي، خيرت بيه. مش هترمي المدير يا عديم المديريات. اسمع انا مش بشتغل عندك، انا حر اسميك خيرت اسميك خروع، ده شيء على مزاجي. انت جاي تسقيني شوية اباحة على الصبح؟ جاي تنايل ليه؟ اسمع اوعى تعلي حسك على حسي. خد ايه ده؟ كونتراتو وادي الشيك، قيمة الغرامة اللي في كونتراتو مبلغ 20,000 جنيه. حار ونار في جتتك. ده والله طلع اصيل وابن حلال، ده انت صباحك كل قوي. اجيب لك ويسكي؟ انا مش محتاج للويسكي بتاعك، انا اقدر احميك في الويسكي، انقعك في الويسكي، اعمل لك ملوخيه بالويسكي. سعيده يا خير. مع السلامه يا سمسم. سمسم حاف كده؟ مفيش سمسم بيه، سمسم باشا. ايه الالفاظ الوحشه دي؟ متاسف، بلغ تشكراتي لمشمش بيه وقول له اللي كان يحب يجدد كونترات وانا مستعد. يا اخي ده بعدك. اوروفوار خيرك. ايوه كده اخي، خلينا نتمتع بحريتنا زي كل الناس، مش نبقى اغنية ونشتغل في قهوه نشوف منها الغلب والمون. ما تقدرش تتصور يا سمسم قد ايه القهوه وحشاني وفراقها جرح قلبي. يا اخي انت امتى جرح قلبك ده يتقفل؟ والنبي سيبنا اخويا من قلبك وخلينا في الاهم. هو في اهم من السكرة؟ اسمع يا استاذ، دي لو كان السكرة حتى بتحبك ما تجيش هنا. ليه بقى؟ بخاف تدوب في المية. ادوب انا. واخدة بالك منه؟ جدا. ده صيدة تقيلة قوي، وارث 50,000 جنيه وداري بعد فلوسه في كل حتة. لو كانوا القرشين اللي ورثهم مضايقينه احنا اولى بيهم. ليه هو مغفل بشكلنا؟ ده مغفل من الدرجة الأولى. كده تاخد حمام وتنعنش جسمك حبة؟ لا يا اخويا كفاية كده نعنش عناية. انا في عرض النبي، الحق انت. انا ما اعرفش اعوم. الله ما تعرفش تعوم ايه؟ قوم. دي بتشاور لك انت. لا مش شاور لك انت، انا في عرض النبي. قوم يا اخي احنا هنقعد نتكلم والولايه هتغرق. ما اعرفش اعوم. يا الله ولا انا. لا يا حبيبي. انا هتموت. ما تنزل. ما تنزل. ده انت هتنزل فيه. مش هو اللي هينزل. يظهر ان السنارة غمزت. ما تخافش على بنانة تتغرق 10 زيه. انا مش عارفة اشكرك ازاي، انت انقذت حياتي، خلصتني من الموت. لا دي حاجة بسيطة قوي يا متموسيل، ده اكبر عبوين في البلد. تصوري حضرتك مرة خدها عوم من اسكندرية لبيروت في 10 ساعات ونص ولا تبلش. ولا تبلش ازاي؟ اصله كان
راكب مركب. دمك خفيف خالص يا مدلول. الله يطلب بخاطرك يا مدلول. سمسم يا اختي سمسم بيه سمسم. والبيه اللي خلصني. البيه اللي خلصك اسمه مشمش. يا حلاوه. مشمش حتسونه. من ذوي الورق الجامد قوي يعني ما عندوش فكه بالمره. انشنتيم. انا اسمي بنانا. مدموزيل بنانا. بنانا؟ اموت فابو نقطه. تشرفنا يا مدموزيل بنانا. الشخصيه الظريفه اللي زي سعادتك. أحب دايماً أضمها في أصحابي. بكون سعيدة جداً لو شرفت لي على عشر ميلاد. أيوة بس أصلي. أيوة بس إيه يا مغفل؟ أنت عاوز تدوز راح قلبك فربنا بعت لك أنت خانة بحالة. هي دي اللي هتفزيك سكرة وبلاويها. يظهر إنه البي مشغول الليلات. لا يا هانم مش مشغول ولا حاجة بس كنت أحب أنا قبل أعزمك على العشاء. بس كده ما تفوتش. تكلمني بالتليفون الساعة 7 وفكرني نمرتي اهي. معكيش نمرة ثانية ولا هي دي اللي فضلت؟ تحت الدم خفيف قوي. تري جنتي. الله يجنتلي. ده انا اخرب لك بيته لو نسي. ايه الصلاة يا صبوك؟ كرتونات هنا يا فتاة. ايه ده؟ زمزم هذا العيب. اهلا وسهلا. ده الجرسون. اما راجل قليل الادب ما عندكش ذوق ابدا. انت ايه؟ الله كبنا جرسونك زيك؟ الله مش انتوا؟ لا مش احنا مش احنا. طب انا متاسف يا سعاده اللي يخلق من الشبه. 80 طلباتكم ايه يا فندم؟ ايوه هات لنا بقى. ما تهدناش حاجه. شوف انت عاوز تجيب لنا ايه؟ حكم انا بسال السؤال ده عهدتم الجرسونات دول يحبوا يقدموا لنا الحاجات البعيده الاول. يا سلام مكتوكوا عالي يا سعاده النهارده عندنا كفته انا توكا على كيف؟ لا خليها على شاه. ايوه الكفته دي احنا طبقينها سوا. الشاغف على الجلد على العروق على اللحمه العجاله على اللحمه الجملي. شوف خير في عندنا لحمه بارده اهي دي بارده منك تقدر تخليها على شانك برضه. ايوه ولا تجيب سيره اللحمه البارده على لسانك اللي بتقعد في الثلاجه شهرين. طيب هات لنا ثلاثه. ايوه دي مضمونه شويه. طيب والحل؟ ما هو معانا الحلو يا بايخ اهو. تحبوا نجيب فواكه مشكله؟ اخيه ايه ودي مالها كمان؟ كل الفواكه اللي بتفضل في الصحون حبات العنب المنسية الخوخ اللي عاطينه الزباين الى اخره الى اخره في ليمون ويسموه الفاكهة المشكلة. ايه؟ اسمع هات لنا موز. موز مقفول من ناحيتين لانه ده الشيء الوحيد اللي الواحد يقدر ياكله وهو مطمئن. يا اخواتي انا متهيألي برضو انه كنت اوه انت جرسوم في منتهى اللحاحة. قلنا لك مش احنا مش احنا. عنده حق ده اللي يشوفه تتكلموا يفتكر ان اصلكم جرسونات او سفرجيه. ايوه ستي ما احنا كنا كنا ايه ما احنا كنا هنقول كده برضه. قال كنا اسمحي لي اتكلم في التليفون دي احلى. ايوه ايه مالك تسمحي له يتكلم في التليفون ولو انه يمكن يتعب. الله مين ما شميش وقفت يدور. هو دي دور زوري. امال فين ما كده ترقى يا مطرب في عندك ومن امتى اشتغلت؟ دلوقتي بس. يا سلام على الصدف السعيده اللي جمعتنا من غير معاد. ما صدف سعيده جدا. الزبون بينتهي. لا ده انا حتتي هناك مش هنا. يا ابني كنت بتقول مين الست دي اللي بيكلمها مش بيه؟ لا دي مش واحدة ست. دي تقدري حضرتك تقولي عليها قنبلة ذرية مصيبة فجائية تهمة جنائية. يا ساتر مشمش. أو النبي تندهين مشمش. أيوة حاضر. عن إذنك أشوف الزبونة عايزة إيه وجاي حالا. تعالى هنا. الزبونة دي تعرف اسمك منين؟ أبدا أصل في بعض الزباين يحبوا يندهوا جرسونات باسمهم. والله عادي النهاردة تقول لك يا مشمش بكرة تقول لك يا شوشو بعد بكرة يا شريف. لا أنا ما يعجبنيش الحال المايل ده أبدا. تبص الوقت تسمح لوحده الازازه موجود. الله يا ستي انت مالك ومالي مش جوزك رجع من شرق الاردن؟ مغفل. ايه مغفل؟ طبعا مغفل. يسافر ويسيب الجمال ده كله. الجمال ده كله مخلوق علشانك انت يا دنم وقلبي يا مطار عقلي. ايوه عن اذنك بقى دقيقه واحده اشوف الزبونه عايزه ايه وارجع لك حالا. دقيقه واحده. طب اين اخر زمن يا ندم جرسونات بقى اساميهم؟ عشت وشاط؟ الحمد لله اهو خلص من الست النفاسه. الله هو لسه الاكل ما جاش؟ بتقعد انت واقف ليه؟ ايوه مش قادر اقعد اصلي علشان مين الست دي اللي كنت تكلمها؟ لا يا اختي دي مش ست دي ست اشهر. لا دي خالتي. ايوه اصل عندها لطف وبما اني هكون الوريث الوحيد بتاعها فبتضايق جدا لما بتلاقيني سهران مع ستات. طب ما تقعد واقف ليه؟ اصل عندي تصلب في شرايين رجليا. خلاص اقعد التصلب مش متأكد؟ ايوه متأكد. صوري راح خلاص. يا سلام شعرك جميل يا مشموش. يا اختي هي ما انا حطيتها على شعره كده؟ يا سلام
قد ايه اجيب من الشعر الناعم اللي زي الحرير؟ المصيبه جت، المصيبه جت. شيل ايدك من على شعرك هتتشكك فيه. ايه بتضربي؟ بتضربيها؟ بتضربيها ازاي؟ مالكيش حق ابدا. يا اخي كسروا حقك على حقها. ازاي تسمح لها تحط ايدها على شعرك ازاي؟ ازاي تسمح لصوابعها تتحط على شعرك ازاي؟ برضوني يا هانم، اصل شعره حلو. انت جاي تتعشي ولا جاي تحلي؟ قومي اتحركي من مطرحك لحسن ابوك مفصلات رقبتك مفصله مفصله. قومي. ايه قله الادب دي؟ ما تحوش خالتك يا سيمش. ايه؟ الليلة تخليه يشتري الأسهم المزيفة بتاعت شركة المباني الزجاجية لأحسن أهبل يندب. ما تخافش، نحن هنا. سامي بيجي يا سيدي، قولي له يتفضل. سامي بيجي، اوعى يطلع خالتك راقة. لا ده واحد غني قوي، بيجيني كل يوم مرتين ثلاثة يترجاني عشان ابيع له الأسهم. أسهم؟ ليه؟ هو أنت ياخدي شركة مساهمة؟ لا، أنا عندي أسهم في شركة المنازل الزجاجية. دي شركة هيكون لها مستقبل عظيم جدا، وعشان كده سامي بيه هيموت عشان ابيع له الاسهم اللي عندي. بونسوار بنانا هانم. بونسوار سامي بيه، اعرفكم ببعض. مش بيه حسون، سمسم بيه سكرتير. انشانتي. سامي بيه ابو الدهب. تشرفنا يا بيه. ميرسي. ها يا بنانا هانم، مش هتتسهلي معايا بقى وتبيعي لي الاسهم؟ يستحيل يا سامي بيه، ابيع لك السهم ب 15 جنيه؟ لا ده بكره هيساوي 30. انا مستعد ادفع لغايه 18 جنيه، ما تسيبنيش بقى. لا يا سامي بيه، لحلحهم شويه. اسمح لي بكلمه يا سعاده البيه. افندم. سعادتك مستموت قوي كده ليه في الاسهم دي؟ بيني وبينك يا حضره، دي صفقه مضمون مكسبها 100%. شركه المنازل الزجاجيه دي هتكون اعظم شركه في الشرق كله. طب ما نشتري لنا احنا كام سهم؟ ايوه دي فرصه عظيمه. الحق. قول لي يا سعاده البيه. افندم. سعادتك دفعت كام في السهم؟ 18 جنيه في السهم. وهو يساوي اكتر من كده؟ يساوي اكتر من كده بكتير. كلام في سرك، اعمل معروف اترجاها لك. ونترجاها لك ليه؟ ما نترجاها لنفسنا ما دام دي شغله توكل ذهب، احنا اولى بيها. قول لي يا مشمش. انا برضو بقول كده. بص يا كلام سابول، اعمل معروف يا بيه، خليه يسيب لي الشغلانه دي وانا مستعد ادفع له قلوب ورجل. لا ممكن. نقو نقو نقو. مادموزيل بنانا، انا مستعد ادفع لك 20 جنيه في السهم. حضرتك هتشتري؟ ايوه هشتري، ما اشتريش ليه؟ لكن ازاي بيه كلمني قبل منك؟ الله، كلمك قبل مني ازاي؟ اللي يدفع اكتر هو اللي يشتري، انا هدفع لك 20 جنيه في السهم. ايه رايك يا سامي؟ والله انا ما اقدرش ادفع اكتر من 18 جنيه في السهم. مبروك يا بيه. متشكر. اروفار. اروفار، ما تزعلش. زي بعضه، كل شيء اسمه نصيب. ما تنساش تيجي شويه الليله. ضروري طبعا. مع السلامه. تعرف لو ما كنتش غالي عندي انا ما فرطتش في الاسهم. ما انا عارف، متشكر خالص يا مدير بنان. اللي قولي لي هم كام سهم؟ 500. لا بسيطه، 500 في 20 يبقوا 500 و500 ما تتعبش نفسك، يبقوا 10,000 جنيه. الحمد لله بحسن. ايه؟ 10,000؟ لا ايوه 10,000، اعمل بيهم شيك اوامر. ادي الاسهم والمبايعه، الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك، متشكر. طيب نستاذن احنا بقى. ازاي؟ انا عامله حسابي هسهر معاك الليله، نسهر مع شله هاي، نلعب شويه شوية. بس اصلي انا مش جامد قوي في البوكر ده. ما تخافش، انا هقعد جنبك عشان كده. حاضر. ايه رايك يا سلسل؟ اذا كان كده. ما قلتليش وخسرت فلوس كتير على كده؟ ايوه يا سيدي، خسرت مبلغ كبير خالص. ما قلت لك يا ابني سيبك من بنانا، احسن بنانا دي اللي حكيت خبرك. اي والله يا سلسل، انا ابتديت اشك في البنت دي. تعرف النهارده فضلت تشجعني على اللعب لحد ما خسرت مبلغ كبير خالص. يا نهارك اسود يا ابني، انت هتقعد تضيع في فلوسك لغايه ما ترجعنا للقهاوي والمركز تاني. انا ما تهمنيش الفلوس. ايه فايده الفلوس اذا كانت ما قدرتش توصلني للسعاده اللي كنت بتمناها؟ اذا كانت ما قدرتش تخليني اتجوز سكرة، يا ترى ازاي سكرة؟ وحشتني خالص. او النبي وحشتني. اسمع، عندي فكره، تيجي نبعت لها بوكيه ورد الليله ونكتب عليه كارتي باسمك؟ فكره جميله، بس بلاش تحط اسمي انا، اكتب اي اسم تاني. ايوه طبعا، من سحابين مطلوب. ايوه يا ستي، من سحابين مطلوب. انا هتجنن، هتفرد.
بدي اعرف مين في حبيب بيه مظلوم ده اللي كل يوم يبعت لي 5 6 ورد. ان شاء الله يبعت 1000 ودي حاجه تزعل. طبعا حاجه تزعل، ده واحد بيتريق عليا بيهزقني. خدي الورد ده كله ورميه بره في الشارع. لا يا ست، ده انت بقيت عصبيه اليومين دول خالص. انا طول عمري عصبيه. لا، من يوم ما خرج سمشمش من القهوه وانت العصبيه زادت عندك حبتين ثلاثه. روحي يا روحي. ليه بقى؟ بحبه. اتكتمي، بلاش كلام مجانين. يا ست ده كنت بتضحكي على روحك، ما تضحكيش عليا انا، ده انا ست زيك وحافظه النمر دي كلها. تاخدي نمر التليفون؟ نعم نعم نعم. وحضرتك جبتي نمر تليفونه منين؟ قابلتيه؟ لا، ده انا قابلت سمسم، اداني عنوانه ونمر التليفون. والنبي يا ست تقومي تكلمي وتسالي عليه؟ انت جننتي، جرى في عقلك حاجه؟ انا اكلم مشمش في التليفون؟ طب ده لو هو طلبني لا يمكن اكلمه، لا يمكن ارد عليه ولا اعبره ابدا. مشمش شرط ساعات التليفون بتاعك. مشمش والنبي، ما انا كده على طلعه من البلد. مشمش، ازيك يا مشمش؟ الله يسلمك. بس يا اختي انا مش مشمش، انا سمسم. سمسم يا سمسم، وعايز ايه وطالبني ليه وبتكلمني لك؟ اصلا طلبتك في التليفون عشان عندي ليكي خبر زي الزيت. عن مين؟ عن مشمش مشاميش. ماله؟ مسكين، حرارته 49 ويمكن زمان ومات دلوقتي. يا سلام يا مدموزيل سكر، لو حضرتك موجوده وشفتيه هو بيهلوس ويقول نفس سكر، عاوز سكر، عاوز اقلق السكر. يا عيني، انا اترجاك باسم الرحمه والشفقه والانسانيه المعذبه، لو تتكرمي وتتعطفي وتيجي تشوفيه ويشوفك قبل ما يموت. بس يمكن يفتكرني اني بسال عليه عشان اتمنه غني. ما خلاص، البقيه في حياتي. ايه؟ مات؟ لا، هو لسه، انما الفلوس اللي وراثها هي اللي انتقلت الى رحمه الله، وهو دلوقتي الحمد لله بقى على البلاطه والاشياء معدن. مسكين، انا حاجه اشوفه حاجه. هو عنوانه ايه؟ طيب طيب. الله ايه ده يا جدع؟ انت ناوي تشوي لنا حاجه ولا ايه؟ ايوه ان شاء الله ناوي اشوي. حضرتك اتفضل على السرير. اطلع فوق السرير عشان ايه؟ علشان حضرتك تنام على السرير وانا احط الوابور ده تحت السرير. انت اتجننت يا جدع انت؟ ليه؟ علشان حضرتك تدخن وتبقى حرارتك 49. اما والله، طب عايزني اعمل كده ليه؟ علشان يا سيدي انا كلمت سكره في التليفون وقلت لها ان حالتك خطيره وانك بتموت وحرارتك 49 وهي زمانها جايه، فاعمل معروف ما تطلعنيش قدامها كذاب. اما والله العظيم. وحضرتك فاكر ان السكره جايه؟ ايوه جايه. طب انا بقولك انها مش جايه. لا جايه. مش جايه. وشرف مامتي جايه. يا ماماكا الحق 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 روح. يا سلام على امي ونفسها الطاهر. يا اهلا وسهلا يا اهلا. يا شاويش يا اخي، شاويش كلاب لما يلمك يا بعيد. فين مشاميش؟ الحق المصيبه جت. طب الحق البابور، البابور اديله نفس اوان. ادي البابور نفس. البابور مين يا مشاميش؟ وانت عندك غسيل النهارده؟ لا عندي حمى. حمى؟ ان شاء الله نعاده. اجيب لك يا حبيب. لا اجيب لك استبانيا. يا ستي لا، يا رب هخلص منها ازاي النهارده دي؟ هي مين؟ الحمى. لا لا لا، ما تقولش كده، ما تقطعش قلبي، ما تولعش قلبي. انت جيتي هنا ازاي؟ مش خايفه من جوزك؟ بارك لي ما طلقني. طلقك؟ امال من بختك الحلو ومن حظك الفل. انا الاول وسمح الزمان هتجوزك وطفي نار لهاليب قلبي. هو لسه قلبك من الاهلب؟ وزادت الاهلب ساعة ما جيت وشوفتك. يا دكتور، لا 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 لا، هو القلب يبقى فن وحته الايام دي؟ الله، انت مالك مش قاعده على بعضك كده ليه؟ ده السخونه اللي مسكتني. انا والله ده انا نار، ده انا تعبت بيت. انا عندي حمى. يا خساره الشباب، يا خساره الجمال اللي ذهب مع الريح. يا خساره، يا اخي باشا، يا اخي باشا. ايه رايك بقى يا عاف؟ جدع في المقلب ده؟ انت طلعت طباخ زي الزفت. روح بقى غور من وشك. طب افرض سكره جت لقيتك متنيل بكامل الصحه والعافيه. انا متاكد مش جايه. لا جايه. مش جايه. بقول لك جايه. مش جايه. لا اهو الجرس ضرب، فيها سكره. 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 تعب ولا حاجه. انا جيت علشان اطمن على صحتك. انا مش هنسالك الجميل ده طول العمر يا سكر. مفيش جميل ولا حاجه، انا جيت علشان. علشان ايه؟ علشان العشره القديمه. يا سلام، قد ايه كانت عشره جميله. كل ساعه بتخطر على بالي، كل دقيقه بتمنى لو تعود تاني. صحيح اشتقت للقهوه يا مشمش. ومش ممكن هنساها ابدا. القهوه دي هي المكان اللي قلبي شعر فيه بالحياه، المكان اللي عينيا شافت فيها اجمل شيء في الدنيا، المكان اللي شفت فيه النعيم وشفت فيه الألم،
الألم اللي ألذ من السعادة. وقلبك حافظ الذكريات دي كلها؟ لو ما كانش قلبي يعتز بالذكريات دي كلها ما كانش يبقى للزوم. أنا بحب قلبي جدا لأنه محتفظ بأجمل ذكرياتي. أنت أصيل ومخلص يا مشمش، لأنك فاكر القهوة اللي عشت فيها ونفسك ما كبرتش عليها. وحفضل فاكرها طول عمري. بس يا ترى هي كمان فاكراني؟ طبعا فاكراني. كتر خيرها. ما دام بتحب القهوة بالشكل ده عندك مانع ترجع لها تاني؟ يمكن ماليش مكان فيها. أرجوك يا تقول آه يا تقول لأ. ما أقدرش أقول آه. ما أقدرش أقول لأ. ما أقدرش أقول آه، ما أقدرش أقول لأ، يمكن أقول آه غيري يقول لأ، ما أقدرش أقول آه، ما أقدرش أقول لأ، يمكن أقول آه غيري يقول لأ. سر الغرام غالي داريته في قلبي، والمر حلالي مادام في كاس حبي. سر الغرام غالي داريته في قلبي، والمر حلالي مادام في كاس حبي. حرماني أرضى عشان حبيب روحي، وإن قلت يوم آه دي الشكوى جروحي. حرماني أرضى عشان حبيب روحي، وإن قلت يوم آه دي الشكوى جروحي. والشكوى لله، والشكوى لله. ما اقدرش اقول اه، ما اقدرش اقول لا، يمكن اقول اه غيري يقول لا. لو كنت على باله بنظرة يفهمني، حيران في أحواله يا مين يطمني. لو كنت على باله بنظرة يفهمني، حيران في أحواله يا مين يطمني. يا ريت يقول آه ويرد لي روحي، بداري في الآه وأخبي في روحي. يا ريت يقول آه ويرد لي روحي، وأقولها على حالي وافضل على ناري.
الضلال ناري ناري ما اقدرش انسى وازاي تكون روحي ضل ظل في هواه ولو عدي ونوحي يا ريتني انساه يا ريتني انساه ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول يمكن أقول غيري يقول لا روحي يا روحي ودي اهدي كمان يا سمشمش لا لا دي مدموزين نكد اخلص يا سافر حاضر على خطيبته يا هانس خطيبتك لا سكرة استنى يا ريح عايزة مني ايه تاني مش كفاية خربتي بيتي بالاسم المزيفة اللي بعتها لي وعلمتيني الامار عايزة كمان تفرقي بيني وبين الإنسانة اللي بحبها بتحبها أيوة بحبها وحتجوزها لا مش عايزة حاجة فين يا سكرة من الصبح البروفة متعطلة الله انت بتعيطي؟ جايه منين زعلانه كده؟ من عند مشمش مشمش عمل لك ايه يا فيلم مشمشه ده؟ شاطر مين ضربك؟ قتلني يا بابا ايه؟ ضربوا لي تليفون قالوا انه عيان قوي فروحت اشوفه لقيت عنده ايه الحنوتي؟ لا واحده بتقول انها خطيبته الخاين الله طب ويهمك ايه انت مش بتقولي بتكرهيه؟ ايوه يا بابا بكره بكرهه موت بكرهه من كل قلب انا طول عمري بكرهه وما اتاكدتش غير النهارده والله يا بنتي انا كمان ما كنتش اعرف انك بتكرهيه بالشكل ده الا النهارده ارجوك يا بابا ما تجيبليش سيرته مره تاني انا اعصابي تعبانه لازم استريح لازم اشوف لي دكتور ايه اقول لك على روشيتا تنفعها طبعا انت ايه جوزها مش تشكر كده ليه ايه فالح يا خي يا جوزاله بالاكراه ما انت سامع بودنك اعمل لك ايه ما هي بنتك متحنططه لي وحاطه لي مناخيرها في السماء مع العلم قلبها بيحب وبتموت فيه ما انا عارف وشايف بعينيا انما اقول هو بيحبها اقسم لك بشرف ماما وبالنيابه عن نفسي وبالاصاله عن الاستاذ مش انه بيحبها بشكل فظيع بشكل وحش ايوه بس اعمل ايه يا سنبي اروح اتوسل اليه واركعه على قدمي واقول له اتجوز بنتي العفو يا خير فندي المقامات محفوظة مش هوريو هوريو هي السكرة فين في اوضتها تمام في اوضتها اما في علبة السكر طيب عاد اذنك دلوقتي يا خيرة فندي تقدر تقعد على كرسي وتحط رجل على رجله وتقول لروحك مبروك دلوقتي القلوب تتصافى ويخرجوا زي السمن على العسل احب افهمك ان البنت اللي شفتيها عندي ما هيش خطيبتي ولا حاجة طب وانا مالي اذا كانت خطيبتك ولا مش خطيبتي انت حر انا كمان ليا خطيب ايه خطيب ايوه خطيب حضرتك مخطوبه لمين بقى لواحد ما انا عارف ان واحد مش واحده لكن يبقى مين اسمه ايه واحد محترم جدا اسمه حبيب مظلوم حبيب مظلوم وحبيب مظلوم ده يبقى شكله ايه شيك وجميل ودمه خفيف جدا وضفره برقبه 50 واحد زي حضرتك يا سلام سلم وحضرتك صحيح بتحبيه احنا الاثنين بنحب بعض جدا وبنموت في بعض جدا وحضرتك زودتها جدا وبقيت مزعج جدا يا مدموزيل سكرة اسمحي لي اقول لك بقى ان حبيب افندي مظلوم بتاعك ده يبقى لا تقولي ولا تعيد عن اذنك انا عندي ميعاد مع خلاص بقيت تسمع العسل طول بالك بس يا بس يا على فين يا سكرة عندي ميعاد يا بابا ميعاد مع مين مع حبيبي مظلوم مظلوم ده ايه؟ الدكتور اللي بتقولي عليه؟ لا يا بابا بعدين افهمك كل شيء ومشمش يا بابا ارجوك ما تجيبليش سيره الراجل ده بتنرفز يا سكر يا بنتي انا ابوكي واحب مصلحتك واحب راحه قلبك مشمش بيحبك يا بابا ما تجيبليش سيره كل شيء بيني وبينه انتهى خلاص سامع يا ابو الاخت يا دلوقتي يطلعوا الاثنين زي السن على العصا حط رجلي على رجلي وقول لي راحك مبروك الله يبارك فيك انت مره ثانيه تحط رجلي على رجلي وتسد بقك اللي زي البلاعه لا يا خي
سمعت يا فندي أرجوك ما تبسي سيري تفقي بالمرة. يا جماعة ما فيش لزبدة كله، أنا لسه عندي أمل أصالح سكرة وفهمها البنت اللي كانت عندي ملهاش أي أهمية أبدا. يا ريت يا ابني يا ريت، أنا كنت فاهم الأول إن الفلوس كل شيء، لكن من يوم ما دفعتيلي العشرين ألف جنيه وسبتيلي القهوة عرفت إن الفلوس دي ملهاش قيمة أبدا قدام سعادة السكرة، وعرفت إني كنت غلطان. العفو يا خيرة يا فندم، أنا برضه غلطت في حقك. لا يا ابني أنت ما غلطتش أبدا، وعشان كده أنا شلتلك العشرين ألف جنيه تحت أمرك في أي وقت، وما دام القهوة بتحبها وغالية عليه فأنا من رأيي إنك ترجع تشتغل تاني. يشتغل ايه؟ جرسون؟ لا يا بني ادم. امال ايه؟ يشتغل مغني. اه وبالشكل ده سكرة بشوفك كل يوم ويبقى فيه فرصه ان القلوب تتصافى. يا سلام يا خيرة يا فندم، انت عارف ان ده كل منايا في الدنيا، لكن يا ترى سكرة هتقبل؟ ما تحملش هم، انا حقلح ان مصلحه المحل تقتضي ده. كويس، انا سمعت انك مغني بعقري خالص. بعقري؟ اه يقصد عقري بس بيقولها لك في اللاتين. اه هادي تمام، وبالشكل ده ابقى رديت لك المعروف واسعدت بنتي وخلصت من سكروان سعران ده اللي خلى دماغي زي الطفله. لكن هتخلص منه ازاي؟ انت مش كاتب معاها كونتراته؟ مالكش دعوه اذا كان على الكونتراته، انا هعرف ازاي اخليه يبسخه بنفسه. واسمع يا استاذ يا بعقري، انت تروح تشوف اللحن بتاعك وتعمل عليه بروفات، وانا هعرف ازاي اخلص من كروان الزفت ده. مع السلامه. مع السلامه. وانت يا ابني خلصنا اوام منه بالعجل. في خدمه يا بيه؟ لا متشكر، بس انا كنت عايز اتكلم في التليفون. في التليفون؟ اتفضل. الو، انا عادل. هي عادل، عملت ايه؟ الحكايه ماشيه وحش قوي، مش متصالح مع خيرت واتفق يشتغل عنده كده. طب وسكره؟ ابوها وعد مش ان يصلحهم مع بعض اول فرصه. طب انا هعرف شغلي، تعالى اوام. مش هيتجوز سكره وهيشتغل معاها. وبعدين انا هطير بقى الدنيا على دماغه، مفيش غير كده. ايه الحنجره اللي زي مدفع الظهر دي؟ انا مش فاهم ليه خيرة يا فندم ما عملتش اوبرا تستحمل صوتك. يا شريف اصل المسرح اللي هنا ضيق على صوتك، لازم يعملوا لك واحد تفصيل. يا ربي ما صلت الظهر ثلاث ايام. والله لك حق تزعل، ده انا مني منك لازم اكسر الظهرية. ثلاث مرات ثلاث ايام. والتمثال ده منك اجيب الكونترات وما ازعه في وش اللي قدامي. سعيدة يا حضرة الموسيقار العظيم. مين؟ أنت؟ أيوه أنا. جاي تعمل إيه في بيتي هنا؟ جاي أنفذ الجزء الثاني من التقامي، أنت خلاص كفاية إني فلستك، فاضل هي سكرة، لازم أنتقم منها قبل ما تشتغل معاها وتتجوزها. ما تتعبش نفسك، أنا هشتغل معاها وأتجوزها غصب عنك. أخرس! أقعد! 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 أكتب الجواب ده. أكتب. عززت سكرة. سكرة؟ أكتب. عززت سكرة. أرجو مقابلتي في شارع الهرم في فيلا انوار المدينه لامر يتعلق بمستقبلنا. الله، لكن انا مش رايح في العنوان ده. انا اللي رايح. فهمت غرضك يا سافر، مش ممكن يحصل اللي انت بتفكر فيه ده ابدا. امضي، اقعد، امضي. حرام عليك، ما تبعتهاش الجواب ده، دي بنت مظلومه ما عملتش فيك اي حاجه. ولكن حرك الله، ده باين خارق. ايه ده؟ جواب؟ الله، ده السكارة، ده ما قدرش يبعته لها. هبعته انا، انا جيت في الوقت المناسب. يا سلام، ترى لا ايه ده؟ ايه كمان؟ ايه مستنية ايه؟ مش هتروحي؟ حالا حالا، انت مش جاي معايا؟ لا يا اختي، انا راجع البيت تاني.
اهلا خيرت بيه. على فين يا سكره؟ مشمش بعت لي جواب وعايز يشوفني حالي. طب مستنيه ايه ما تروحي؟ بس مش عارفه ليه يا بابا عايز يقابلني في بيت غير بيتي. يمكن البيت اللي هيتجوز فيه. روحي بقى ما تخليش الجدع يتضايق من الانتظار. أرفار. مش الله ايه اللي عامل فيك كده؟ طب ما تنسى يا حبيبي اتكلم. ده انت متكلم يا عبطي يعني يا حرام. مين الجواب؟ الجواب وديته سكرة؟ اوه من الصوف. الله يخرب بيتك. فك فك وقف. شوك هنا ايدي. تعال معايا تعال معايا. ايه على فين؟ هفهمك مصيبة 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 يا سيدي. يا قديم الأرض. يا سيدي. أنا مش يلا بينا من هنا يا سكر. الحمد لله اللي وصلت في الوقت المناسب. الحمد لله. انتوا هتقعدوا تعملوا عواطف لغاية ما يتميلوا ويفوق ويعطمن علينا. ما تخوفش. يلا بينا. يلا بينا. انت سامي. الو سامي. اسمع. خد توفيق وشله. وحصلوني على كذا ليالي الهنا. انتوا فين يا جمهور حتى تصلوا؟ انا ازاي؟ انا ازاي هفهمك يا عم؟ تعال هنا قول لك كلمه تكتب. يا ابا لازم انتقم منه ومنها شر انتقام. تعالوا معايا انتوا جوه واستخبوا جوه الكواليس. كل ما شاور بمنديل يجي لي واحد منكم، فاهمين؟ تعال. أنا هضرب تليفون لحضرة الضابط عشان يجيب قوة ويجي حالا. طب والنبي ما تسيبونيش لوحدي أحسن بعدين يتخدخوني. ما تخافش خلي بالك من نفسك. أنا مخلي ما تخافوش يا ماما. يلا خد الصورة. دايماً معاك دايماً أتبع خطاك دايماً وعشق بهاك دايماً وراك وراك دايماً دايماً معاك دايماً وراك وراك دايماً دايماً معاك دايماً أتبع خطاك دايماً وعشق بهاك دايماً وراك وراك دايماً دايماً تطلع من الارض اطلع لك تنزل من السما انزل لك تطلع من الارض اطلع لك تنزل من السما انزل لك ترضى بصالحك واحيلك ولو عزولي قرب لك ترضى بصالحك واحيلك ولو عزولي قرب لك حفل فينو وشالينو حفل فينو وشالينو وانا معاك دايما اتبع خطاك دايما وعشق بهاك وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما دايما Thank you.
مغناطيس في طلعتك فيه مغناطيس في طلعتك ده ملي يكسبني لبهاك تطردني من باب جنتك تلقاني جتلك من الشباك تطردني من باب جنتك تلقاني جتلك من الشباك انا بين ايديك وروحي فيك انا بين ايديك وروحي فيك وانا معاك دايما اتبع خطاك واعشق مهاك وراك وراك دايما معاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما اتبع خطاك عينيك بتجرح وتداوي وانا العليل وانت مداوي وان كنت عالهجران ناوي تعمل شيطان اعمل حاوي واسحرك وحيرك واسحرك وحيرك وانا معاك دايما اتبع خطاك واعشق بهاك وراك وراك دايما معاك دايما وراك وراك